طيب مساء الخير على كل الحاضرات والحضور. الموضوع النهارده عن ايران، الحجاب، انتفاضه، ثوره، ثوره ضد الحجاب، ولا ثوره ضد الملالي النظام، ولا ثوره ضد الدين؟ هو ده موضوع الحلقه بتاعت النهارده. طيب في سنة 1936 8 يناير بالضبط 1936 ظهر شاه إيران رضا شاه بهلافي مع زوجته وبنته بدون حجاب فأصبح هذا اليوم 8 يناير من كل عام هو عيد تحرر المرأة واستمر هذا الاحتفال لحد ما جاء الخميني يعني بعد أكثر من أربعين سنة تسعة وسبعين انتهى هذا الاحتفال وبدأت الغمة ومن بعد الفرحة الوكسة والظلام والإرهاب ورجل الدين إذا ملك إذا ملك مش بيبقى ملاك بيبقى تصوراتنا عن كل ما هو وقح في الشيطان كل دين وكل رجل دين في جيناته في أمر خاطئ شاذ متجبر تافه يملا غروره ادعاء بان هو الوسيط بين الله والناس او ان هو لهم قداسه خاصه نائب الله نائب الإمام الغائب الأصبع اللي بتشير لك على ما يجب قراءته في الكتاب وكل هذه السلطات التافهة لأشخاص عواطلية المتسولين أفضل منهم لأنهم بياخدوا المتسولين في حالة احتياج وبيشكروك اما دول بيختنوا وبيستعبدوك هي دي سيكولوجيه رجل الدين شيء بشع وقح الى ابعد حد جاء الخميني وبعد ما في تسعه وسبعين في اقل من شهر قامت ثوره لانه رغم عدم وجود قانون ولكن رجل الدين القوانين والمؤسسات كله ده ايه ده؟ دي كلها في خدمة رجل الدين. وفُرض الحجاب وخرجت الآلاف من النساء. الشعب الإيراني شعب من الشعوب اللي جرى استخفالها. ونتمنى إن احنا نتعلم الدرس. اللي يضع ثقته في رجل الدين أو يتحالف مع رجل الدين من أجل أي نوع من أنواع الإصلاح فلا يلومن إلا نفسه بعد كده هو لأن تجارب التاريخ من العصور الوسطى من الكنيسة من البروتستانتية للإمامية للوهابية اللي مش عايز يتعلم غرف دهية غرف دهية مش هتتعلموا ولكن الشعوب بعد تجربة اتنين تلاتة بتتعلم وواضح ان يبدو اللي بيحصل في ايران ده لان هم بداوا يستوعبوا الدرس. خرجت المظاهرات، جرى قمعها وشيء طبيعي، كان غايب عن ذهنهم ان رجل الدين لا يعرف الا القمع ومحاكم التفتيش والارهاب لان من يعترض عليه في نفسيته المريضه بيعتبر انه اعتداء على الله، فيتوحد في مع الله، هذا التافه بيتوحد مع الله فاهانوا الله. على افتراض تصوراتنا الجيده عن الله. لمن يؤمن بوجود الله. بعد اربع سنين صدر القانون. في اكثر من مره منها يعني حتى في 2006 في توقيعات ضد الحجاب تجاوزت المليون ولكن ما فيش فايده ما فيش فايده في حاجه انا حبيت اراجعها لان يعني مواقعنا العربيه المتهافته دايما تقول ان احنا ضد التطرفين التطرف العلماني والتطرف الاسلامي كان التطرف العلماني ده اللي هو يعني ايه بيطلعوا بيقتلوا الناس. ما تبقاش علمانيه، تبقى ديكتاتوريه. طيب، على اي حال. كنت عايز اراجع سؤال مهم، بيقال ان الشاه فرض الحجاب على الناس جبرا. على سيدات. ولكن دورت عليه في مصدر ايراني من مصدر معتمد من كاتبه. استاذه في الجامعه في العلوم الاجتماعيه وكاتبه كتاب مهم جدا اسمه لفم البوفوار اون اسلام الكتاب ده صدر 2019 فتاكدت منها ان معلومه زي دي هي معلومه خاطئه وان الشاه لم يفرض الحجاب ولكن اعطى حريه للسيدات انها ترتدي او لا ترتدي الحجاب وطبعا في الوقت ده كان نموذج اتاتورك هو النموذج السائد عشان كده هو عايزين نقول ايه ان كل المنطقه بتتاثر ببعض كل المنطقه بتتاثر ببعض اللي بيحصل في تركيا بتتاثر به ايران سواء خطوات لقدام او تراجع وبعد الثوره الشيعيه حتى بدون تصدير الثورة ولكن زاد بأسها وعنفها مع تبني أيديولوجيا عنيفة لتصدير ثورتهم في العالم كله، فيعني بقيت كل ما هو رديء في نصب سياسية، ثيوقراطية، ديكتاتورية، فاشية بتعبس في كل منطقة حواليها. كان شيء طبيعي ان كل العالم السني يتاثر بها فايه؟ يجي احياء الوهابيه والصرف عليها، ومن حظنا الزفت ان احنا بنعيش في منطقه الشيعه بتصدير الثوره والجمهوريه الاسلاميه ودوله الفقيه ودوله الفقيه المطلقه، ومن ناحيه تانية الوهابيه وابن عبد الوهاب والسلفيه الاثنين قاعدين على كنوز قدر احمق. البترول الاسود ده اتحول لدم، بني ادمين. والمنطقه بقت بهذا الشكل. معهم فلوس يشتروا كاس العالم. كان بكاس العالم هيبقوا بني ادمين. مش بتغيير العقول، ويبقوا بني ادمين متصالحين مع الاخرين. ودعم الارهاب اخوان على سلفيين على حزب الله على كل ما هو حتى مزبله التاريخ تقرف ان هي تحتوي على هذا ولكن احنا عشناه وبرضه مش عايزين نتعلم، على اي حال هي بتقول اللي قالته وبس هي حاجه كده قبل ما انتقل لصديقي هو انه في حكومه مصدق اللي كان موجود 52 53 حطوا تشريع في الدولة العلمانيين اللي الوحشين دول تشريع هو ان ما ينفعش آية من آيات الله يحكم عليه بالإعدام لإجتهاد لأن يعني مين اللي من حقه يجتهد هم آيات الله في الوقت ده طبعا يعني كان الخميني ما كانش آية من آيات الله كان روح الله كل واحد حر في أسماءه ما عرفش كم روح الله يعني حتى في سفر الرؤيا في سبع ارواح لله هم واضح ان عندهم 77 777 يلا العملية في بيتها ما بعتينا ونوزع ده روح الله على أي حال لما اتحكم عليه أعطوا له المجتهدين لقب آية الله فأصبح بناء على القانون اللي موضوع في حكومة محمد مصدق لا يجوز إعدامه. طب ولما جت الحكومة الإسلامية يعني الحكومة المتهمة بالكفر حفظت للمجتهد دمه. بينما لما تيجي الدوله الدينيه اللي هي خراب على الجميع هي خراب هي بتا... بي... بياكلوا نفس بياكلوا بعض. الفتنه بين رجال الدين والتنافس اللي بينهم مرير. مرير جدا واسود اسود من قلوبهم ونفوسهم وعقولهم المريضه. اسود من ملابسهم. اسود من اللي انا لابسه بس انا عارف مش اسود قوي المهم يعني بس هو يعني العين كدابه والصوره لما جاتت دوله الملالي وفكره ولايه الفقيه الى اخره اقروا كتاب بتاع ايه الله منتظري لما ابنه بيسالوا فحط 14 سؤال اجاب عليهم وفي حلقه كانت مع صديقي مؤمن سلام عرضنا الكتاب وارينا منه هو ان كان القضاء في عهد هذا النظام الذي لا يمكن الا ان يكون فاسد مجرم ارهابي ليه لان اللي على راسه رجال دين يعني هذه يؤدي إلى تلك بالضرورة. ولا يمكن أن يكون الناتج غير ذلك مطلقا. ممكن يلاوع، لكن قال آية الله منتظري، حسن علي منتظري على المحاكمات الجزافية اللي بتنتهي بقتل الافراد كده بما فيهم قُصّر وبنت 12 سنه واتهامات الدم سهل عندهم بيسيلوا دم اكتر ما بيصلوا ويدعوا ويصوموا ده على افتراض ان هم ملتزمين مش هي دي القضيه حتى ان هو قال العباره اللي احنا قريناها أكثر من مره هو كان القاضي بيقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم اعدام الموقع ما اعرفش طيب على اي حال وصلنا احنا دلوقتي لمرحله في انتفاضات طبعا انتفاضات من وقت للتاني اه كتيره جدا بس يعني احنا لو اتكلمنا بس فقط عن اللي ليها علاقه بالحجاب ولاني من اول ما ظهر الخميني واضح أن النظام بتاعه مرتبط بالحجاب الحجاب ليس فقط هو حجاب للمرأة ده أصبح جزء من الكروموزومات من الجينات من الـ ADN أو الـ DNA اللي في النظام نفسه بحيث أنه لو سقط يسقط النظام وده شيء طبيعي لأن الحجاب لا يخفي المرأة في الواقع اللي بيريدوا اخفائها ولكن بيخفي عوره الدين فلما سقط يظهر عوره الدين عشان كده السؤال اللي احنا هنطرحه على صديقنا منصور هو ايه اللي بيسقط دلوقتي الحجاب ولا اللي بيسقط رجال الدين والنظام بتاعه ولا الدين نفسه اللي اصبح في المنطقه موضع تساؤلات كبيره جدا من جيل بعد الجيل الخربان اللي سلم ايران لدوله الملالي واتمنى الجيل اللي جاي بعدنا يلعننا على ان احنا سمعنا للاخوان وسمعنا للسلفيين وللجمهوريه الاسلاميه لو لعنا يبقى فيه البركه ولو مشي على هدينا يبقى يستحق اللي يحصل فيه على اي حال حصلت الثوره اللي بحسب يعني تعبير اسمها سارة دورجي ودي صحفية إنها ليست انتفاضات إنما هي ثورة إما نحن أو نظام الملالي ففكرة إنه تراجع النظام عن موضوع الحجاب ده كلام فاضي وهم بيعتبروه ان ده نوع من التضليل ولكن يعني ما اعتقدش ان الشعب الايراني الواعي جرى تضليله، على أي حال كل من سمعناه من الإيرانيين بيقولوا ده زر الرماد في العيون وده كلام فاضي عملية دعائية سخيفة ساذجة من ناس مش عايزة العصر ومش قادرة تفهم معطيات وده مبشر بأن هم هيسقطوا، أن الوضع دلوقتي لم يعد الحجاب بل رفض للنظام أكتر من كده إحنا بنقول هل هو رفض للنظام ولا رفض للدين؟ أصبحت في في كل مكان ثورة ضد الدين. لأن ما هو الدين اللي موجود عندنا غير رجل الدين. شوية اللي الدر... يعني الروحانيين الدرويش نسميهم زي ما عايزين اللي هم مش تابعين لمؤسسات دول ما لناش دعوة بيهم. أما الأديان الممثلة في مؤسسات وفي رجال وما اقترفته من انتهاكات للبشر واضح إنه يبدو الشرق بيعيش فترة عاشها الغرب عاشها في حروب نتمنى أن هي ما توصلش لدرجة الحروب ولكن يتجاوز مرحلة الدين ليصبح الدين قضية شخصية حدش لي دعوة بها ولكن الدولة لا تسير بتشريع دينك ولا ديني ولا دين اللي جابوك ولا اللي جابوني وهي دي العلمانية كل واحد حر في دينه لكن اللي فكر دينه هو خلاصة الحكمة هو حر فيها، خلاصة السياسة نتحكم بيها يبقى عبيط، خلاصة الاقتصاد يبقى متدهول، خلاصة العلم بالإعجاز العلمي يبقى نقول له ماما حلوة طيب مع صديقنا منصور عبد الناصر <applause> <في المنبر تصفيق> يا شاطر <applause> وهيدينا بقى يبقى خطب خطبه عصماء <applause> من... <لا حاضر لا، انا حاضر انا جاهز جاهز المنبر انا اي حديث ضد الدين مع الدين عن الدين انا جاهز تمام اتفضل صديقي شكرا جزيلا شكرا لهذه الاستضافه وانا من اعتبر من اجمل الاوقات اللي اتحدث بها مع صديقي ارنس لاننا لان الحديث بيننا دائما ذو شؤون وفنون ولن ينتهي ابدا. الموضوع الايراني موضوع كبير جدا وخطير جدا ومهم جدا. هذا كل احنا نستشعر الان واعتقد انه هذه المساله ستتطور مع الزمن. الموضوع باختصار هو ان ما حدث ليس امرا عابرا ومشابه لما حدث سنه 79 بعد سقوط الشاه ومجيء خميني بطائره خاصه من فرنسا وترافقت مع سقوط افغانستان على يد الاتحاد السوفياتي وبدات المجاهدين الافغان والمد الديني او او الفيضان الديني على هذه المنطقه السؤال الذي يثيره ما حدث هو هل نحن الكبير هل نحن في نهايه الموسم الديني هل انتهت جميع المواسم العربيه والساميه والشرقيه وبات باتت القطيعه مع ما مضى امرا لا يمكن التغافل عنه مهما كانت عواطفنا مهما كانت درجة إيماننا مهما كانت درجة تعلقنا بالدين أو أي قضية عقائدية لابد أن نواجه الحقيقة جميعا ونعرف بأننا على شفا جرف هارن كما يقال الآن لم يعد هنالك أي مجال للتراجع كل الحلول جربناها شبعنا حلولا شبعنا دينا ومواعظة وشبعنا من كل شيء وشبعنا من الأكاذيب من الحقائق من التزييف من الدجل من الكذب من, ال... من كل شيء فالآن حان الوقت لأن نواجه أنفسنا وإن وجدت أنفسنا لأن يعني الثقافة الدينية دمرت أنفسنا تماما ودائما وت... دائما نعتبر أن نفسنا هي نفس أمارة بالسوء ويجب التخلص منها نحن شخصيات شخصيات وشعوب بلا ذات حقيقية الذات الوحيدة الموجودة لدينا هي ذات دينية جمعية قطيعية لها علاقة بما يسمى إله وما إلى ذلك عموما حتى لا أدخل بالتفاصيل كثيرا بهذا الموضوع أقول بأنه إحنا الآن أن الشرارة اشتعلت في إيران وستنتشر في المنطقة كلها أنا أكو دلائل كثيرة على هذا الموضوع شاهدت يعني عندما تصفحت الفيسبوك وحتى مواقع الأخرى اشوف كثير من الناس اللي واحد بالمغرب، واحد بالجزائر، واحد في تونس يضع صوره هاي الشابه الشهيده هذا يذكرني باجواء سنه 79 واللي كانت لحظه فاصله وقطيعه بين مرحلتين، اعتقد الثوره الايرانيه راح تكون ايضا قطيعه بين مرحلتين وترافقت مع قطيعه بدات نذرها في السعوديه بالتحول عن الاخلاق القديمه. ففكرة إلغاء شرطة الأخلاق في إيران هي ليست وليدة الصدفة وإنما وليد ولا وليدة إرادة دينية لا وليدة الضغط هائل على رجال الدين لا نعرف ماذا ماذا تحت الطاولة ما في الغرف المغلقة هنالك متغيرات هائلة وخطيرة جدا في المنطقة وعلامتها الرئيسية وهذا التراجع الديني هذا التراجع الديني ليس بسبب الرغبة من رجال الدين لا هم مسيطرين ويشعرون بالغرور الكامل ويشعرون بأنهم آلهة على هذه المنطقة وأنهم يستطيعون فعل كل شيء هذه هذا الحجاب الذي الذي فرضوه على الجميع هو الذي سيكشف الحجاب عن الحقيقة هذا الحجاب هو هو الحقيقة الوحيدة التي س ستكشف اللعبه باكملها، ستكشف انه ليس حجابا انما هو حجاب لعوره الدين وليس لعوره المراه. هذه هي الحقيقه اللي يجب ان نفهمها، القضيه ليست في عوره المراه انما عوره هذه الثقافه وهذا التاريخ الاغم الاغبر المريض الذي ما زلنا نتغزل به ونقول ما اعظم هذا التراث، شاهد العظمه، احنا نحسن الى الجار ونحن كذا، هذا كلام أصبح سمج ويقال لناس غير متعلمين يعيشون ما زالوا في القرون الوسطى علينا أن نعرف الحقيقة ونقول هذا الأمر كفى كفى ضحك على الناس وخديعة وكفى متملقين حتى المتملق يجب الآن أن يكون أن يرتقي بذاته أن يعرف الحقيقة ويقول ما لي أتغزل بهذا الدين تغزل بالواقع انظر إلى الواقع لا تحدثني عن النص وتحدثني عن هذه الأشياء المهم حتى لا أطول أقول الشعب الإيراني انتفض لسبب بسيط وراح يكون هو البادرة الكبيرة لهذا الموضوع أو المقدمة وأيضا الشعب المصري أعتقد أملنا فيهم اثنينهم الشعب العراق انا مايس من عنده لانه دمر تقريبا وسحق سحق قاسي ومؤلم جدا. المهم انا اقول إيراني هم الامل والسبب لانهم شعب الان متعلم جدا وواحد من الاسباب انه الشعب متعلم انه نسبه المواليد لديهم منخفضه الى حد اقل من 1% وهذا ادى شيء سلبي لكنه ادى بالمحصله الى ان العائله الايرانيه الشابه وهم اغلب الايرانيين تحت سن 35 سنه هؤلاء يربون اولادهم عددهم قليل ويتفرغون لتربيتهم تربيه من ذات مستوى رفيع جدا والايراني عنده الانتماء القومي وانتماء الايران او البلد او المنطقه عند اعلى من الانتماء الديني لهذا السبب تجد انه رجال الدين لم يستطيعوا كسر الاراده الايرانيه، لم يستطيعوا كسر الروح الايرانيه والذات الايرانيه بقت موجوده وقويه. هذه الرغبة لدى هؤلاء الناس بالتعلم وال... وأيضاً اكتشاف العالم واكتشاف الحقائق واكتشاف الأفكار والمدارس والمشارب والمذاهب الدينية والفكرية وكل شيء هذا كله اصطدام بمن اصطدام بالتحفظ الديني بالطبيعي أنه كل إنسان لديه رغبة بالتعرف على العالم لابد أن يصطدم بكل من يتحفظ لابد أن يكون منفتح وطموح بشكل تلقائي هي طبيعته هكذا، اي انسان متعلم هاي طبيعته عنده رغبه بالاكتشاف والكشف والمعرفه واستزادة بالمعرفه، هذه لا لا تتاقلم مع الدين. هذه كلها زادت زادت من ضغوط رجال الدين على الشعب وادت بهم الى ان يتبنون نهج تبشيري محاوله لغسل الادمغه. توجيه سياسي اديولوجي عقائدي متزمت ومتعالي ليس على الشعب الإيراني وعلى الإنسان الإيراني بل على الإنسان ككل وعلى العالم كله هذه المصيبة الكبيرة التي ورطت الإيرانيين في مسألة ليست ليست لهم فيها لا ناقة ولا جمل إن كانوا من بلدان الناقة النوق جمع ناقة على كل على كل عندي أربع محاور أتحدث عنها أول مرة نبذة تاريخي عن المشكلة في ايران واسباب الازمه في ايران والمحور الثالث هو عنوان الافلاس الديني وساتطرق فيه الى مساله انه الحجاب سقط عن الحجاب لان اتضح انه وضع لحجب الحقيقه وهي فشل الدين في تنفيذ كل ما كل ما يوعد به. المحور الرابع هو تساؤل اجابه على تساؤل هل نحن على اعتاب متغيرات هائله وخطيره؟ وضمنها راح ألقي نظرة على الواقع المنطقة ومستقبلها راح أختصر كثيرا وأقول كما تحدث صديق أرنست قال أنه سنة 36 حدث أمر رفع الحجاب وألغي سنة 44 الأمر حدث بالمقلوب سنة 80 الخميني أصدر قرار بفرض الحجاب ومنع دخول البنات في المدارس بدون حجاب وبالدوائر الدولة هذا بعد ذلك يعني هذا أمر أصبح مفروض على الجميع بالطبع أنا عندما أتحدث عن هذا الشيء لا أعني بأنه عملية الحظر أو الرفع أو الإعادة هذه كلها أشياء مرفوضة لأنه ليس من حق أي إنسان يتدخل في شؤون الآخرين هذا الفهم للأمر فهم حديث وليس فهم قديم الدين يعني نشأ وترعرع وتطور في مناخ مختلف عن هذا الإحساس كل إنسان الآن يشعر بأنه فرد ولديه شخصيته ولديه شخصيته الاعتبارية ولديه آراءه وأفكاره وحتى عندما يؤمن بالدين يؤمن يقول أنا أؤمن بالدين لأنني وبالإله وبما على ذلك وهي كل هذا الحصيلة لكنه يقول أنا أؤمن بنفسي هذه المسألة لم تكن موجودة سابقاً هذه الظاهرة الجديدة هي التي ستهدم عرش الدين الموروث الذي ابتلينا به ولا أعني الدين الذي في القلوب أنا أعني الدين على الأرض لا أرجو أن لا يؤول كلامي بطريقة غير صحيحة لأن هدفنا الآن هو ليس أن نكون معادين للدين إنما نقول هذا الدين هذه مثالبه وهذه مساوئة وهذه حسنات إن وجدت حسنات أنا لا أجد هناك حسنات الحسنه الوحيده التي يدعون انه حافظ على وحده الناس لكن بالحقيقه هو دمر الناس باسم هذا الشعار انا ذكر صدام حسين كان دائما يدعو الى الوحده دمر البلد 35 سنه ايضا كثير من المستبدين في المنطقه بحجه الدفاع عن الجماعه وعن الوحده وعدم يعني وعدم سمح لاحد ان يثير الفتن لكن بالحقيقه هو دمر المجتمع دمر الشعب دمر شخصيته دمر روحه بالكامل وحول الناس الى قطيع لا يفهم شيئا ولا يعرف المهم المشكله ليش احنا صارت عندنا اول مره يعني انا يعني طبعا ما ايضا ما حق الدين حق كان من حق الدين ورجال الدين ان يكون لهم دور في هذا العالم في عالم الاسلامي والعربي وان يقولون لدينا حل لمشاكلكم فمن حق الممثلي الدين رجال الدين كبار الائمه المفكرين دينيين وما الى ذلك من حقهم يقدمون حلول مثل غيرهم مشاكل الشعوب وهذا اللي حصل تاريخيا والسبب واضح ان المنطقه لابد ان ناخذ صوره اكبر حتى لا نكون متجنين او متحاملين على الدين بشكل عام حتى نقول المنطقه فعلا تعرضت لضغط هائل من الدول العظمى تعرضت للاستغلال للاستعمار وما زالت تتعرض لهذه المسائل، الدين واحد من ال... يعني التوجهات التي زعم اصحابها بانهم لديهم الحل. اتضح ان هذا الحل اتيحت لهم الفرصه، الناس اتاحت لهم الفرصه واتضح ان هذا الحل اكثر استعماريه واستغلال من اي استعمار اخر بل ابشع من اي استعمار اخر. هذه الحقيقه قل لي هذا دين من الله من النبي هذا وحي هذا مطلق هذا صحيح انا ما لي علاقه هذه الحقيقه على الارض لا تحدثني عن النصوص لا تحدثني النص العظيم وان هذا مقدس انا اتحدث على الارض كفى حديثا عن اللغه وعن النص نحن لا نعيش في النص نعيش على الارض وفي ما وما بيننا من يحدثنا عن النص عليه ان يراجع عقله ويفحص عقله جيدا ويذهب الى اقرب طبيب كفى تعلقا بالنصوص، النص دمر ذات الانسان العربي، دمر دمرنا جميعا، لا نص بعد الان، الانسان اكبر من اي نص، هذه الحقيقه يجب ان نفهمها و يعني هذا البرادائم اللي داخل راسنا يجب ان نقلب راسا على عقب. عند ذاك تستقيم الامور 100%. السبب اللي حدث انه رجال الدين قدموا الحلول والسبب هو انها شعوب عاجزه فاشله صراحه. يجب ان نكون حقيقيين فاشلين. احنا دائما نختار الحلول السهله. ها والله صارت عندنا مشكله ها نختار القوميه استوردوها من المانيا بس مارك وما الى ذلك. ها صارت مشكله استوردوا الاشتراكيه، كان اكو جو الماني بالمنطقه بسبب اتاتورك أه؟ وطبقه فشلت. و... والان هسه رجال الدين اتوا قالوا لا الحل موجود عندنا احنا. ما لا لا, لا حل سوى حل الديني. إجا صدام يعني كان و يعني مثلا طبقوا الحالدين لا بأس بس بالحقيقه هو ماكو غيره ما في غيره يعني انا ذكر ايام صدام حكم صدام 35 سنه صفى جميع انواع المعارضه دمره دمر اي شيء اخر غيره ف يعني ما بقى معارض جميع الحلول البديله عن الدين ما موجود غير هو صدام وجماعته البعثيين. سقط صدام لا توجد معارضه، لا يوجد جو ثقافي حقيقي، لا يوجد وسط طبقه وسطى متعلمه متماسكه. سقطت الدوله الهشه وظهر الدين، الدين بالتالي طلع يعني هو مو الناس اختارت هذا الحل، هو ما في غيره. لان يعني احنا شعوب عاجزه وفقيره ومجدبه يعني الدين صفى كل اعدائه عبر التاريخ 1500 سنه يذبحون ويقتلون باي مخالف اي واحد يفتح فما بالدين يكفروه ويلعنوه ويقطعون ايديه ورجليه من خلاف وما الى ذلك ميزه ايران عن بقيه الشعوب ما هي؟ انها محكومه كليا من رجال الدين هي هنا الميزه الخطيره في ايران انه كليا اعطيناكم الفرصه 45 سنه فضلوا شبعوا شبعوا دين هذا الدين كله مالتكم اخذوه فما عندكم اي عذر بعد ذلك ان تتحججون بالفشل عندكم بلد كامل وشبه قاره ضخم الف مليونين كيلومتر ومتنوع وغني في جميع المو... وثبت بانكم فاشلين وثبت بان شعبكم الان يعاني من كل شيء تقريبا الا من ثقته بنفسه ما زال الشعب الايراني ثقته بنفسه وهذا اللي شفناها من خلال هذا التحدي والاصرار ان الحجاب هذا اللي اللي اتضح بانه هو هو يعني الايكون ايكون رجل الدين لسلطته وايقونه رجل الدين وسلطته على الاخرين هذا الشعب نصب رجال الدين عليهم عليه انفسهم الهه يعني آلهة بمعنى الكلمة لأنه شنو روح الله؟ شو روح الله؟ أوكي ما أنا قابل روح الله آية الله سمي نفسك الله نفسه لكن بالنتيجة ماذا ماذا أجني أنا منك؟ حكمتم بلد بحجم إيران وغيركم حكم بلدان أخرى مثل أفغانستان وحتى الدول العربية معظمها هكذا ماذا فعلتم؟ اكتشفتوا أن الكلمات عليها أن تتحول إلى أفعال <applause> هو رجل الدين لا, لا يعرف شيء اسمه افعال، يعني. هو يعرف ياخذ اموال لا يعرف ان يصرف، هو يتحدث مواعظ عن ضروره الـ 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 الاحسان الى الجار والتضحيه وتبادل المنافع بين الناس، لكنه لا يقدم من جيبه شيئا، هو ياخذ فقط لا يفكر ببناء مستشفى، لا يفكر ببناء جامعه، لا يفكر لانه ليس هذا ليست مهنته هو ابن العصور الوسطى ما له علاقه بهذا الجو. فهو ما عنده غير التسلط والكذب الدين هو كذب قال صديقي ارنس في البدايه قال الدين وقح ورجال الدين وقحين والحقيقه الدين وقح لانه هاي طبيعته يعني الدين ليس هذا الدين الذي نسمع عنه المتسامح الرحيم اللطيف الذي يحسن الى الناس لا الدين وقح جوهر الدين جوهر وقح وبالحقيقه ليس الدين مشكله بالدين لان الانسان هو الذي يصنع الدين والانسان بطبيعته عدواني و... و... ووقح ايضا اذا الدين هو مصدر يعني هو 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 شكل من اشكال العنف البشري بالتالي علينا ان نفحص هذا الدين المشكله ليست في الدين من نفسه انما يعبر عن عدوانيتنا وعن غضبنا وعن اساءتنا والحضاره هي اللي تحل هاي المشكله الحضاره هي اللي تعالج هاي المشكله العنف الموجود داخل الانسان عندما نجي العالم الغربي نجد الانسان يربى بطريقة علمية منهجية صحيحة يشذب هذا الجانب العنيف داخل الإنسان حتى خل... بعد ذلك ما تشاء كن متدينا كن متعصبا لدينك كل ما تشاء الدين هو صورة حقيقية لعنف الإنسان العربي لأدوانيته وشره الشر الحقيقي داخل المكون الجماعي العربي هو هذا اللي أصدق أفرزنا أديان من هذا النوع إحنا شعوب تفرز دين على على اشكالها يقولون ان الله على شكل انسان على صوره انسان بالحقيقه لا الدين على صوره هذه المجتمعات القطيعيه التي لا تعرف ان تحترم انسان وتقدر فرديته وقدرته وطاقاته على كل حال هؤلاء ما عندهم رجال الدين بالتالي بناء على هذا سواء يقدمون المواعظ والكلمات التافهه يعني مواعظ على نمط التنميه البشريه وهذه التنمية البشرية تلقي اللوم على الناس والأفراد وليس على المسؤولين نفسه هو موديل قديم الدين هو عبارة عن تنمية بشرية بس لكن على نمط العصور الوسطى الاسم الحديث هو التنمية البشرية بالعالم الغربي نفس الفكرة كلام كلام ودائما المؤمن هو المبتلى وهو الضحية وهو الذي يجب عليه أن يستغفر ويجب عليه أن يجيد العمل وهو المقصر لأنه لا, لا يطبق تعاليم الله فنفس الفكرة التنمية البشرية نفس اللعبة ونفس الأكاذيب بالتالي النظام الإيراني ما الذي حصل؟ النظام الإيراني اضطر أنه واجه مشاكل هائلة لأنه ليس لديه سوى الكلام واستغلال وسرقة أموال الناس والتحكم بهم فبالتالي استطاع هاي 40 سنه يعبر هاي المشاكل ليس لحسنه وجماله ولا لكرامه البالغ لا بل بكرامه البالغ في القمع والقتل والاعدامات ميزه هذا النظام انه قمع بامتياز ليس لانه يعني هذا دينه لا لانه ما عنده وسيله اخرى هو ما عنده من اين ياتي بالوسيله الصحيحه اللي يعني يعالج نفسه رجل الدين هاي طاقته لا يجي سوى التكفير، يعني احنا يقول انا لا اكفر، لا هو الدين هو شيء ما هو الدين، هو بس شغلته يكفر وهذا حلال وذاك حرام. وكل شيء حرام بالنسبه لرجل الدين، اكو خطا عند الناس باي يعني ذا انه يعتقدون انه حلال اكو هنالك حلال وحرام، لا كل شيء حرام. الا ولا, ولا يصبح الحلال حلالا والحرام حراما الا بعد مرور من عباءة رجل الدين. بالتالي احنا كل شيء في حياتنا محرم الا بختم بعد مرور بختم رجل الدين يعني تروح تتزوج وحده او تلتقي مع امراه تاخذ اذن رجل الدين يقول لك حلال فروح كانما انت يعني هذا المهم حتى ما طول احنا منذ سنه 79 اعتمد هذا النظام الايراني ايديولوجيه دينيه مصدرها المذهب الشيعي كما نعرف لكن هذا المذهب الشيعي الذي اتى به الخميني هو اصلا مستمد من تجربه الاخوان المسلمين والاخوان المسلمين اخذوا الهيكل الاداره من النظام الفاشي الالماني كما يعني كما اعتقد وكان دائما بينه وبين الاخوان المسلمين تعاون وهذا المذهب الشيعي الخامنئي الخميني والخامنئي هو مثل اي مشروع ديني لابد ان يكون مشروع تبشيري لابد ان يغسل الادمغه ويقنع الناس وهذا ولد صدام مع العالم السني يعني دخلنا في مشكله هائله. العالم السني نفسه انتفض وقال لا احنا ايضا احنا, احنا اه يعني احنا سلفيه وهذا مد ديني شيعي يجب ان نتصدى له. اه وطبعا هي مو من اجل الدين ولا بطيخ هو من اجل مناطق النفوذ. هو الدين في الاصل هو وجد لتبرير هذه القضايا كلها يعني ليس انه نقول لك انه يستخدمون الدين او يتاجرون بالدين لا هو الدين اصلا تم اختراعه ليكون حجه للسيطره على كل شيء الخلاف الايراني العثماني الايرانيين صاروا شيعة وذولاك بقوا سنة فقط لانه حتى يبررون الخلاف بما بينهم ايضا بالمعنى من الدين هو نتيجه ما يحدث في ايران هو نتيجه لاستعمال هذه الاداه التي اسمها دين وعلينا التخلص منها هاي الحقيقة طبعا انا ما اتحدث عن تفاصيل عندما اتحدث عن ايران انا لا ادعي بأن اتحدث عن شيعه وسنه وعرب وفرس وعجم هذا وبلدان واوطان وخلافات وحدود هاي كلها التفاصيل خدعه كلها جعلتنا لا نرى المشهد ككل جعلتنا نتغاضى عن حقيقه التحالف الديني بين الجميع انا ما اتجاهل علاقات خامنئي بحماس والقاعده وداعش والاخوان وحتى الشيطان صحيح بيناتهم حروب وخلافات كثيره لكنهم يتخادمون حتى في حروبهم هو ليش؟ لانهم يعرفون ان مصيرهم معلق بضمانه عدم تغير نمط الصراعات في المنطقه اهم شيء عندهم لا ان لا تتحول هذه الصراعات من دينيه الى صراعات حضاريه وتقدميه هذا الاصطدام بين بين السني السلفي والشيعي الخميني الخامنئي ادى لانتشار عمليات تبشير محمومه صرفت من اجلها مليارات مئات المليارات كان يمكن بنصفها ان نجعل من شعوب المنطقه مستوى كوريا الجنوبيه الان لكن ليش؟ لا ما يصير الاولويه للدين والله والملائكه الملائكه اولى الملائكه في السماء هو اولى يجب ان نذهب الى الاخره حتى نتنعم ب بأطر الإيمان آه هذا الإيمان الذي هو بالحقيقة هو الطاع العان هو ليس إيمان على كل حال إحنا خلونا نتحول إلى شعوب تأشق الحياة في الآخرة وتذر الدنيا كما يقولون وشرورها هكذا تسلفنت المنطقة وتشيعت من جهة وحتى شفنا الشهوة كان الشهوة عارمة أورغازم أورغازم ديني عالي شديد عجيب وضعوا الحجاب لسنوات بيننا بقينا دائما نسمع اصوات الدولة الذين يصرخون على الفضائيات باسم الاسلام حكايات الولاء والبراء الكل متحمس ومتشوق لممارسه الاسلام العظيم وبجميع عاداته السريه يعني هذا ادى ماذا؟ ادى الى دخول بلادنا او بلداننا في يعني ما اسميه حالات رقص جماعيه دينيه محمومه الكل ارتدى, ارتدى حتى ارتدوا ملابس تنكريه خاصه لحه طويله دشاديش قصيره نظرات هيك حائره هذه الهيكي طقوس كامله حفلات تنكريه كامله و وعلى خلفيه اصوات الصارخين باسم الاسلام وهذه ال وبدت انتشرت هاي السواك على تنظيف الاسنان على الطريقه المحمديه حجاب الحجاب صار حجاب بعد ذلك انتقل صار نقاب نقاب صار فتحتين بعد ذلك لا قالوا مش كافي لازم فتحه واحده بعد ذلك حتى هاي فتحه وضعوا عليها شبكه وهذا كله وكل هذا وزعيق دول الناس المتخلفين واصلوا هذا السعار الجماعي اللي مرت في المنطقه على مدى نصف قرن تقريبا واشتركوا به جميع نجوم طلعوا نجوم مشهورين مثل عمرو خالد العريفي العرعور المرمور الزرزور اسماء عجيب الحويني ما تعرف شنو دولة ناس نكرات طلعوا من من جوف الارض هؤلاء دعوا الى ليس الى نظريه ليبراليه جديده مثلا واعده جدا لا لتحسين اقتصاد العربي لا يعني حولونا فقط حولوا الشعب يعني واحد منهم اقترح مشروع تنويري لغزو الروم وسبي بنات الاصفر قال هذا احسن مشروع اقتصادي اسماء الاطفال مالتنا صار اسماء مهمة مثل طلحه قتاده اميمه الخنس اسماء تافهه الشوارع كلها تحولت الى الى شكل يعني حفل ديني وبعد ذلك هاي الرقصه أدت إلى أنه منطقتنا تحبل بأبناء عارات مثل داعش والقاعدة والنصرة هذه هذه هذا التي تمخض الرحم الديني عن ولادة كائنات وتجمعات متشوهة وأخرجت لنا كل هؤلاء بوكو حرام وهذه المجموعة الآن نحن اتباع هؤلاء والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوى بس بالنتيجه الان هاي عشر سنوات الاخيره ظهر انه هاي الرقصه التنكريه المسعوره خرجت عن السيطره فاجى رب العالمين العالم الاسفل يعني العمسام قال اشار بالصبع قال كافي هذا يعني ملينا غير الايقاع غير الرقصه نريد ايقاع هادئ وشبعنا اثاره و وطاخطين وشبعنا دين هناك كل هدأ اللعب لكن المشكلة وين يعني هذا الرقص الديني الشرقي كان مثير الآن بطلوا قال لك ما هذا خلينا الرقص الغربي نمشي على الرقص الغربي العجل الايقاع الغربي هذا اجمل وافضل وانتشرت عندنا المهرجانات السينمائيه واستضفنا اشهر المطربات هاي الغربيات المشكله وين؟ الان ايران ما زالت على الخط نفسه ما زال السلفيين على الخط نفسه الدواعش نفسهم ما زالوا يرقصون على الطريقه القديمه السلفيه القديمه الرقص الديني الشرقي المعتاد اللي استمر 5000 سنه لحد الان هذا الرقص مستمر والحمد والتصبيح وما الى ذلك الناس افتهمت افتهمت انه هؤلاء راح يسوون لنا مشكله يعني ما يعني نرجع حتى ارجع للجد واقول ما يحدث في ايران هو رده فعل على ما يجري يشوفون المنطقه باكملها بدات تتغير، العالم بدا يتغير عرفوا عرف الجميع بان الدين لم يعد لم يقدم للناس سوى الرقص هذا الفارغ من المعنى ورقص بين ملائكه السماء وليست وليس على الارض بين ملائكه الارض او ملائكه شارلي لا المهم الناس تريد تعيش مثل بعضها يعني الايراني يقول مثلا والايرانيه يقول لماذا انا دون عن البشر مثلا محاصر؟ لماذا حقوقي منتهكه بالكامل؟ هذا الحجاب ما حاجتي لهذا الحجاب؟ هل ان مشكلتي في الحجاب؟ عندي مليون مشكله لا توضع لها الحلول ومع هذا تصرف الاموال على شرطه الحجاب ويخصص يوم للعفه. المهم المحور الثاني اسباب الازمه حتى اتحدث باختصار أكون اشاعه تقال بان المنطقه بعد المد الديني أه تعاني حاله انهيار ثقافي وحضاري أه شامله، الحقيقه الامر غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق. الدين هو أه هو الذي يعاني من الانهيار والدين هذا هو نفسه احنا ما عندنا أه يعني وسط ثقافي او مجتمع مثقف او او لسنا في في حضاره حتى نقول انه أه هناك انهيار ثقافي وانحطاط ثقافي وانحطاط علمي وحضاري لا ما أدنى. هو الدين مهيمن على كل شيء وهذا الدين نفسه لم يقدم أي شيء لهذا الواقع حتى على مستوى يعني حتى دراجان مستوى رجال الدين في القرن العشرين منطلع القرن العشرين مثل محمد عبده أو حلوة ولا حتى هذه الفترة الأخيرة الخمسين سنة الماضية حتى على مستوى رجال الدين لم يقدموا اي شيء، لم لم نجد اي معالجه لاي اي مشكله. هذا بالمعنى انه الانهيار الذي يحدث في ايران داخل الشعب واللي يقود الشعب هو انهيار اصلا موجود داخل الوسط الديني نفسه، الوسط الديني فاشل بامتياز، مدمر بامتياز، ومنهار بامتياز. لا يستطيع واحد منهم ان يصدر فتوى واحد الان. هذا علامة عجز علامة فشل لا يستطيعون الآن الاجتماع لتقرير مسألة مثلا الطلاق بالثلاثة لا يستطيعون فإذا هذا الدين عاجز فاشل لا يستطيع أن يقدم أي شيء للناس كل يخشى أن يقول كلمة فبالتالي القضية الآن وين الانهيار هذا تعاني منه شعوبنا يجب أن نكتشف هذه الحقيقة اللي أكدت عليها بالبداية أن شعوبنا لا تعاني من انهيار ثقافي أو حضاري أو علمي أو سياسي لا تعاني من انهيار ديني جماعي وتعودنا ان ننكر هذا الانهيار ولا نعترف به وكفى نفاقا وعلينا ان نواجه الحقائق مع احترامنا للدين ولكل شيء والمؤمنين لكن هذه يجب ان نتوقف عنها لا نتحدث بفشل مشاريع قوميه واشتراكيه يا مصدق وشاه واتاتورك وعبد الناصر وصدام هاي كلها كانت محاولات مجرد جزر صغير جزر صغيره وهامشيه في محيط ثقافه دينيه عميق جدا، هذا المحيط قاتل وغويط. كل المنطقه سكان المنطقه كانوا غارقين في هذا المحيط، الذي نعيشه الان انهيار ديني شامل وكامل. ليس انهيارا لثقافه دينيه بس انهيار للدين نفسه للمجتمع المجتمع هو مجتمع متدين، ارضيه المجتمع واسسه باكملها اسس دينيه نظام التفكير مالتنا نظام ديني نظام ينطلق من النص نحن شعوب لا تنطلق من الارض لا تعرف الارض ما زلنا نجهل هذه الارض لم نفعل شيئا لهذه الارض لم نقدم شيئا لم نكتشف قانون واحد لم نضع نظريه واحده فكيف كيف تتحدث عن انهيار ثقافي وعلمي نحن من لم نعش على الارض حتى يكون لدينا انهيار ثقافي وعلمي يا ريت <applause> لا عندنا انهيار ثقافي وعلمي وحضاري وسياسي يا ريت يا ريت لانه عندك احنا على الارض ونعالج الموضوع مثل واحد انهد بيته انهد بيته يقدر يبني من جديد لكن لا احنا انهد شيء داخل رؤوسنا في مخيلتنا في البارادايم في الـ في الـ في النظام التفكير مالتنا هو الذي انهد ولا نريد ان نعترف ولا نريد ان نتحدث عن هذا الشيء الان الانهيار يبين مثلا على المستوى الديني في ايران الايران حتى الايرانيين هاي من 30 40 سنه من يطلعون يصيرون مسيحيين حتى على مستوى الدين الداخلي نفسه الايرانيين اما الاغلبيه الإيرانيين يطلعون راسا يصير مسيحي او يصير ملحد واحده من اثنين ماكو ماكو حاله ثالثه الحاله السعوديه ايضا افرزتها يعني هاي علامات الانهيار الديني هي الحاله السعوديه الان الواقع الايراني والسعودي والمصري الان الان هذا حقيقه كبيره جدا الشعوب طلعت ثارت بالعراق سنه كامله الشعب طالع مظاهرات 10 ملايين نسمه طلعوا مظاهرات وبعد ذلك بعثوا لهم الميليشيات الايرانيه قامت تقتل الناس بالقناصات على الناس هذه الثوره الحقيقيه ما كان شعاراتها دينيه وكان لا كانوا نريد هذا البلد كله ما نريد ما نريد نظام ديني ولا نريد دين بس الناس خاف على كل حال هذا اللي صار ببيروت هم طلعت شهور نفس الثوره الفشل موجود والقمع موجود القمع اللي صار بايران وبسوريا وب... واستمر الموضوع المعاناه اعتقد سببها الدين نفسه يعني المعاناه اللي احنا نعانيها الان هي هي باعتراف الدين نفسه يعني انا لا لا اتهم الدين هو الدين نفسه يعترف بانه السلطات الدينيه يعني والمؤسسات الدينيه هي اللي تتحجج بحجج الادوان العالمي هنالك مؤامرات حرب ضد الدين هناك كفره هنالك منحدون علينا ان نتصدى للملاحده الملاحده وكانما العالم كله قطبان اما دين وملاحده هذا ما هذا الافق الذهني المغلق الذي يدور مع نفسه اي ملاحده الملاحدة مسألة قديمة انتهت انقرضت الآن شنو ملاحدة ملاحدة فكرة قديمة بالقرون الوسطى وين وين في ملاحدة الآن ينكر رب العالمين هو رب العالمين وين حتى ينكره الآن مجتمع بلا آلهة نحن لا نعيش مع وسط آلهة الإله انتهى دوره ومع احترامنا مع صار مسألة شخصية انتهى الموضوع نحن نعيش على الأرض مليون قضية نعاني منها الآن المعاناة بالتالي سببها الدين يعني حسن حتى لو صح مثلا يقول انه هناك حرب على الدين لا بأس. الايراني راح يسأل نفسه. آه أنا شنو ذنبي؟ أنا الشعب الايراني شنو ذنبي؟ الانسان المسلم الشاب الان الان معظم الشعوب العربية شباب. لكن أنا شنو ذنبي؟ ليش انغلق على العالم؟ ليش ما عندي اتصال مع العالم؟ ليش تمنعوني تمنع تمنعوني هذا الحق؟ لماذا؟ ما حاجتي أنا لأن العالم؟ لأن أعادي العالم، لأن أكفر العالم. هل هذه الطريقة للتعامل مع العالم؟ هذه الطريقة لها علاقة بالشعوب البدائية، لها علاقة بالناس جالسين في خيمة في صحراء ويخشى من سطو الآخرين عليه الآن، أكو قانون، أكو نظام، أكو حضارة، أكو حقوق، أكو كل شيء مضمون. فبالتالي هذا الفكر يعني هذا الدماغ يعيش في أفق آخر ما له علاقة بالواقع الذي نعيشه والآن تريد تفرض عليه باسم الله والرسول. يابا على عينه راس الله انا يعني علي بي ماذا أفعل بالله والرسول؟ ما حاجتي لله والرسول الان مع احترامنا ما حاجت ما الذي يقدمه لي هذا السؤال نفسه عندما اجوا غزوا على صدام قال الوطن والوطن والاحتلال الامريكي الناس كلها تركته وفتحوا الابواب لايران وانا عمرنا ما واجهنا شيء شعوبنا العربيه خاصه عمرها ما واجهت احد عمرها ما واجهت محتل الا بالك... حتى مواجهه هولاكو تمت عن طريق المماليك وليس شعوب المنطقه دائما احنا خاضعين ولا نستطيع المهم بالنتيجة الإيراني العادي اكتشف سواء كان مؤمن أو غير مؤمن لازم نراقب هاي المسألة أن كل معاناته هي سببها الدين وأهل الدين اكتشف هذا الإيراني أيضا وحتى ضمن الشعوب العربية أن حقوقه مستلبة وأنه محروم من حق تقرير مصيره ومصير بلاده وسياسته مثل باقي البشر اكتشفت المرأة المرأة تحديدا ان المغتصب الحقيقي لها هو الدين نفسه الذي يدعي حمايتها من نظرات الرجل الشهوانية وان من يشتهي اغتصاب حقوقها وكرامتها هو الدين نفسه بجميع تعاليمها تعاليمه المعمول بها حاليا وتراثيا يعني دين موروث يعني حتى افصل الرجل ايضا اكتشف انه هو الاخر مغتصب طولا وعرضا روحا وجسدا اي انه ضحية لرجال الدين والثروة وأهل السلطة والثروة وأن مشاكله لا تتعلق بالعمل الصالح العمل الصالح بمناسبة يعني الصلاة والصوم مو عمل صالح يعني تسوي خير للناس لا عمل صالح هذا منه أي أداء الفرائض اكتشف هذا الرجل أنه هو المختصر وهو الذي يتعرض إلى الإهانة هو الذي عليه أن فقط أن يحفظ القرآن يطيع ولي الأمر وعليه أن يسمع محاضرات شيعة إيران والعراق ولبنان واسمع اسمع محاضرات القنيبي والقرضاوي والجرذاوي والمهلباوي وتعذيراتهم هذولا من المس بالاسلام او تعرض الاسلام الدفاع عن المسلمين ضد الكفره كأنهم هاي قضيتنا احنا سر مسلم ايش علي بيك؟ شنو علاقتي بيك انا؟ اللي اللي يتعرض للاغتصاب هو الناس المجتمعاتنا وشعوبنا التي يجي اغتصابها واختطاف اختطافها واغتصابها اللي يهدد اغتصاب المرأة ليس الرجل المحرم عليها بحجة العفة والأخلاق الإسلامية بل إن جسدها هو المختصب من قبل التعاليم الدينية من يختصب المرأة الآن هو التعاليم الدينية هي التي تختصبها وتجردها من ذاتها ومن شخصيتها وشخصية الإنسان العربي الإنسان العربي عديم الذات يعني ذات لس أو معدوم الذات لماذا؟ لانه لا يجب ان الذات تتعلق بالنص بالنص المقدس يجب ان يعيش العالم بالنسبه له لا يوجد عالم، العالم موجود في النص انت لا قيمه لك بدون نص، بالتالي الناس يجب ان تسحق ذاتهم وهذه القضيه بالتالي كل ما يقال عن الحجاب من قبل الشيعه والسنه لا علاقه له بحقيقه الحجاب الحجاب الايرانيين فضيلتهم انه اكتشفوا هذا الامر قبل غيرهم الناس ايضا اكتشفت الامر والدلائل لا تحصى طبعا اصبح الحجاب حجابا للحقيقه وليس للجسد ولا الشهوات انقلب معنى الحجاب اولا من قبل المحجبات انفسهم فصار فرصه للانفتاح والكشف وليس العفه والستر ثانيا صار انقلاب معنى تحول الحجاب انقلب معنى الحجاب الى رجل الدين نفسه صار رمز لسلطته واستبداده وسيطرته وهيمنته على الناس، صار رمز سلطوي قذر عدي يعني سيء. ثالثا انقلب معنى ثقافيا لدى الناس يعني ما عاد الحجاب علامه على الست الافه والستر انما النفاق. ولم يعد وجوده مثلا يمثل فارق بين الجميع لا الان ألبسي حجاب وروحي اي ما افعلي ما تشائين اصبح بالعكس يعني هذا دليل على ان الحقيقه ليست العفه ولا شرف ولا اي شيء هي قضيه سلطويه لا استغلال لا اكثر ولا اقل تحول بالتالي الحجاب الشيء العظيم انه تحول او اصبح السفور هو السفور اصبح ولا حجاب هو الذي علينا أن يستحق الاهتمام هذا هو ال الذي يحمل المعنى الحقيقي وغير المنافق الآن الأمرأة غير محجبة اعتبرها بطلة وإنسانة عظيمة وذات إرادة ترفض أن تدعن للآخرين مسألة لا علاقة لها بالشرف ولا بالأخلاق المرأة العظيمة الآن هي التي تركل الحجاب لأنه أصبح رمز لعورة الدين وليس عورتها المرأة ليست عورة الدين الان هو العوره الدين الشاع حتى لا اقول ما لم أقول اصبح هذا الحجاب هو ليس تعبيرا عن العفه بل عن التمرد والاحتجاج والثوره واستعداد الانسان ان يستعيد كرامته المهدوره الحجاب تحول الى رمز للثوره على السلطه نفسها اللي جلته رمز لسلطتها شوفوا المفارقه هذا يذكرنا حتى يعني مثلا باستخدام امريكا نفس الفكره هي. انت الحجاب اخذوه رمز للسلطه لكن تحول صار رمز لهدم هذه السلطه ولي منها نفس الفكره امريكا استعملت دول المنطقه والدعوه السلفيه سلفنا المنطقه حتى مرروا مخططاتهم ومواجهون تعاسفات ارتد عليها هذا السلاح نفسه هذه المصيبه الدينيه التي تورطنا انت مؤمن على عين وراسي لكن انت هذا الايمانك وتعصبك لهذا الايمان سينقلب عليك مثل ما انقلبت على امريكا صارت القاعده وراحوا ضربوهم 11 ايلول الدين سلاح يقتل نفسه بنفسه وعلينا ان نفهم هاي الحقيقه الدين بهذا المعنى حتى سلاح يصبح قاتل لصاحبه ليش؟ أه يعني علينا ان نميز بين الدين ورجل الدين اثنينهم هم منافقين لما بس النتيجه هو الدين بحد ذاته منافق وهذه العله الاساسيه يعني أوضح الدين بهذا المعنى بات يعني أصبح شيئا فشيئا سلاح قاتل لصاحبه ليش؟ لأن هذا الدين فقط شرفه لم أحد يعد أحد يصدق الدين ووعوده وكلامه الكلام أيضا عن التمييز بين الدين ورجال الدين وكل شيء بحجة أن هذا الدين ليس الدين الصحيح هذا كلام لا يجوز وعيب الدين بحد ذاته الدين هو الذي أصدر هذا رجال الدين رجال الدين المشوهين هو دول نسل الدين المشوه أصلا وإلا ما ما معنى أنه دين دين صعب شنو دين صحيح أنت أكو مشكلة واجه الدين وهنالك رجل دين فاسد فهذا السبب هو الدين نفسه لأن أنا عندما أقود مؤسسة وأضع النظام هاي المؤسسة وأقول هذا النظام الفلاني وعندما المؤسسه تطلع فاسده وكلها عيوب. فاذا من السبب؟ السبب هذا النظام لان انت لا تضع الدين في الجنه، انت تضعه على الارض ويجب ان تطبق هذا الدين وتضع المنهاج والمشروع الخاص بك لكي تتحجج بعد ذلك تقول لا انا فشلت ولا في ناس وتجار دين في فساد انا مش مسؤول الدين بريء من هذا لا هذا كلام سخيف اعتبره الكلمه. ومن يدعيه هو انسان اما غبي او جاهل. وعلينا ان نعرف الحقيقه. الدين العله في الدين، والدين الشائع ليس من لم ياتي من السماء ولم ينزل من السماء، وعلينا ان نعرف الحقيقه. الدين صنعه رجال الدين. لا جزء ولم نعرف الدين الا من رجال الدين. من اين عرفنا؟ هؤلاء موجودين في كل شارع. يخرجون لنا في كل مكان. ويتعالون علينا. فمن اين نعرف؟ لا نعرف، حتى الله نفسه ما نعرفه، من اين انا عرفت الله؟ ما اعرف. المهم اخيرا اقول الافلاس الديني الان اصبح مساله كبيره واساسيه وموجوده في حياتنا وعلينا ان نعترف بها فقط. من لا يعترف بها سيسبب مشاكل له لنفسه ولاهله ولبلده، وعليه ان يقول ان هذا الدين افلس. ضعوا دين جديد ما مو مشكله بس علينا ان نعرف ما حصل الان في هذه اللحظه ما يحدث هو مع احترامي لايمان الجميع هو افلاس كامل للدين وليس الخطاب الديني علينا ان نميز والسبب كما قلت هو سقوط الحجاب عن الحجاب فقد اتضح انه حجاب وضع خصيصا لحجب الحقيقه وهي فشل الدين في كل وعوده وبدلا من كشف حقيقه الدين يعني ما دافعنا بدلا من كشف حقيقه الدين وفهم موضوعات الدين والايمان فهم صحيح وكشف اوراق الدين الموروث كامله ما دافعنا رحنا ندعي الاصلاح والتجديد والاحياء لعلوم الدين وطبعا من تزعم هذا المشروع هذول قاده اهل الحل والعقد كما يقال وهو لا يحلون ولا يعقدون واولي الامر هم ليسوا اولياء امر ولا وغير ولا جديرين باي امر. لا هو ما موجودين لاداره الامر ولا توليه الامر هم غير جادين لا لا يمكن ايضا هنالك من يتحدث عن في رجال الدين وليس الدين الاستعمار الدول العظمى الشيطان رحنا جميعا نكذب على أنفسنا ونبرر اخطاء الدين بل ان الاغلبيه راح تكذب على نفسها ايضا ليش لانه ما تشعر بذاتها لان ذاتها مستلبة على كل حال بالنتيجه النهائيه صار تعارض كلي وشامل بين التوجهين يعني سقط وبانت الحقيقه اللي رجال الدين حاولوا يخفونها عن شعوب المنطقه واتضح اننا شعوب مختطفه بالكامل مقاده دون ارادتها وجرى استغلالها تحت شعارات لا تمس جوهر حياتنا ولا تقدم لنا شيئا سوى الكلمات والوعود الاخرويه يعني نشتغل بس كاتالوجيا احنا شنو هالكذب هذا كافي احنا اصبح شعوب واعيه وناسه ودائما يهددوك بعذاب القبر نار الجحيم الكلام يعني عيب اصلا عيب الان انسان بالقرن ال21 2022 الان يتحدث لنا عن عذاب القبر ماذا افعل حدثنا عن المستشفيات عن التعليم عن الصحه عن الضمانات عن العطاله عن الجهل عن المرض شنو لنا عن عذاب القبر؟ على من تضحكون انتم؟ هذا عيب الان عار على اي انسان يتحدث عن عذاب القبر الان اي قبر؟ احنا عايشين في القبر الان، حياتنا هي مقبوره الان باسم الدين من المقبور الان؟ ويتحدثنا عن عذاب القبر، حدثنا عن عذاب الحياه تحت ظلال رجال الدين والمتخلفين والجهله والدجالين، علينا ان نكون حقيقيين وشجعان في نفتح عيوننا على الحقائق وليس ان نغمض وان نبرر كافي يعني اصبح الامر واضح و بالتالي الحجاب لم ليس حجابا لشعر وعوره المراه بل عوره رجال الدين والدين نفسه. وهذا الحجاب هو مجرد تشتيت للانظار عن سلطتهم الغاشمه وحجب لحقيقه اختطافهم للمجتمع باكمله. علينا ان نميز بين هذا الحجاب هو هذا يخلينا نتحدث عن الحجاب والعفه والشرف والمراه والشهامه والرجوله وننسى الذي وضع هذه, هذه هذا هذا التقفيص الآن اسميه بالعراق المحتال والدجال يسميه يقفص يضعك يضعك داخل قفص ويقفص عليك ويجعلك تسير ومعك القفص ولا تشعر. هذا العظيم انه كل هذا يصير على خلفيه انتشار قيم عالميه حديثه هي هاي المختلفه تماما عن القيم الدينيه بل متعارضه معها كليا. هذا النموذج الاستبداد الموضوع ما عاد ممكن والمشكله ان رجال الدين في ايران اكتشفوا هذا الموضوع وصاروا في حيطه وضعوا نفس وامامهم خيارين اما مواصله الاستبداد والقتل ولو علنا او الانهيار التام بلا رجعه. اكو سؤال اخير حتى اقول ما الفرق بين تراجع الملالي على الحجاب واباحته في السعوديه؟ الفرق انه الثاني فعل عن رغبه بالتغيير والتغير والتفكير في المستقبل. وان الاصرار كان على التفرقه الجنسيه والدينيه كانت عباره عن وصفه الدمار لمجتمعاتنا. الامر الثاني الفرق الثاني هو ابعد واكثر دلاله من كثير. لانه هذا القرار صدر عن سلطه دينيه في ايران. سلطه دينيه في الاصل معناته السلطه اللي هي اهم شيء بالسلطه الدينيه هي هيمنتها على على جسد الانسان واخلاق على الجانب الاخلاقي في الانسان فعندما تتخلى عن شرطه الاخلاق معناتها تخلت عن جزء اساسي من الدين وهذا يكشف حقيقتها وأن حقيقه هي ان هذه هذا الانظمه ليست دينيه انما علمانيه وبالحقيقه هو حتى العلمانيه والدين هاي كذب الشائع الذي يتحدثون عن العلمانيه فرق عن الدين هو ماكو فرق كبير هو كل ما في الفرق علمانيه ما بها الله اي كلش الباقي نفسه والدين الان هو دين علماني صرف. هذا اكاذيب وما هو تعريف العلمانيه؟ ما هو تعريف الدين؟ كلها اكاذيب. الدين يدعي انه عمودي وله اتصال بالسماء، العلمانيه يدعي بانه له علاقه بالارض، هاي القضيه كلها. لا فلا احد يكذب علينا بهذه الامور واختم واترك اختم بكلمه واقول لابد ان الحجاب ليس فريضه اصلا، هاي واحده من الاكاذيب الكبيره. هو فقط علامة العان وامتهان للمرأة أيضا أقول الحجاب يؤكد شيء مهم جدا هو وصمة عار للرجل وبدلا من أن يفعلوا الحسن ويقولون تعالوا نهذب الرجل لا ماذا يفعلون يحجبون المرأة ويتهمون الرجل بالشرف شوفوا وصمة عار للرجال الحجاب فعلا وهذا المجتمع الذي يحجب المرأة يو... آه... هذا مجتمع قاصر لم يصل الى درجه النضج هذا المجتمع لا يستطيع ان يسيطر على ما زال مجتمع بدائي لا يستطيع ان يهذب ذاته ونفسه ولا يستطيع القائمون عليه هذا علامه فشل لرجال الدين وللسلطات الدينيه والسلطات السياسيه وكل السلطات فشل لهم انت عندما لا تستطيع ان, أن... تتخ... تجعل الناس متخلقين باخلاق رفيعه ليش لانه ما تفعل لا تروح تصدر قرارات تحجب النساء تضع الرجال والاطفال في مدارس منفصله وهكذا لان حلول سهله ما تكلفك فلوس لان انت تسرق تاخذ فلوس فالحلول سو مدارس حديثه نظام اجتماعي جيد على كلنا أترك الكلمه لصديقي ارنس وهو يتلقى في الراي أه تمام قبل ما أظهر في أنت قلت في الجزء الأخير أو يبدو أنه قيل في عجالة يحتاج لتوضيح أكثر هو أن النظام الثيوقراطي زيه زي النظام العلماني ولا في فرق ف... نعم يعني؟ صدق. هو الفكرة وين أنه شنو النظام العلماني؟ هو الآن تأتي الآن من يحكم المجتمعات؟ رجال الدين وال... يعني المنظومه الثقافيه او الاجتماعيه هي منظومه دينيه كل شيء هو منظومه دينيه وضعه رجال الدين وضعه فقهاء اربعه الاسلاميين خاصه وحتى النظام الديني المسيحي وضعه رجال الدين فكره الله هي نفسها فكره الوطن او فكره العلمانيه ما هي ايضا عندها مقدسات العلمانيه حالها حال الدين الوطن هو شو هو الوطن هي كلمه العلم هو شو العلم هو العلم هو الله ايضا فكره مقدسه المجهول شو هو بالالمانيه؟ هو ايضا فكره مقدسه يعني عندما تفحصها منطقيا وفلسفيا تجدها فكره مقدسه ميتافيزيقيه بس هي لابد يعني ما فيها مجال لابد ان الانسان يقوم على مبادئ عامه بديهيات او مسلمات يعني اعتبرها اساسيه الالمانيه فقط تخلت عن فكره الله ووضعت مكانها فكره الوطن الانتماء لوضعت حدود فكره السياده هاي أفكار كلها أفكار مقدسة يعني هي حالة حال الدين الدين ماذا يفعل الآن الموجود هو الدين علمان الصرف لهذا يكذب الدين أكبر أكبر مؤسسة للكذب هي الدين وخلقت أناس كذابين يعني الآن البشر المجتمعات المتدينة هي درجة مئة بالمئة مجتمعات كاذبة وموهومة وتكذب بالسليقة لماذا؟ لان تعودت الدين هو نظام هو تمام. الحياة البشرية كلها كذب في كذب تمام <applause> حلو يبقى العلمانية زي الدولة الثيوقراطية يبقى بس الفرق انه رفعوا هذا الاتصال العمودي اصبح اتصال افقي طب يبقى انت عايز ايه؟ انا أنا, من إيران. انا عايز نفهم الموضوع حتى لا يكذبون علينا ماشي خلاص خلينا فهمنا الموضوع نفترض ان إيه؟ انا فهمت اللي انت عايز تقوله إيه؟ آه احنا مع اللي بيعملوه الايرانيين عشان ينالوا حصتهم ولا في الاخر ايه ما احنا هنستبدل الدوله الثيوقراطيه بدوله علمانيه ايه الفارق ما الاثنين واحد لا لا مش الاثنين واحد بس هو أيوة. العلمانيه الفرق هو اللي, إيه؟ اللي احنا عايزينه لانك كده إيه الفرق وين؟ انه انت عندما تتحجج بوجود سلطه الهيه لا تستطيع يقول من تكون انت حتى هل انت افضل من الرسول؟ هل انت افضل من الله؟ تمام يبقى في فرق ما انت ضيعتني انا آه ليش؟ والله انت ضيعتني <applause> نعم يعني لا نركز شويه نعم هي هي شكل عابر لا اصل هي في نوع من انواع الفلسفه العاليه واخد نعم. بالك في المطلقات في ان احنا نتكلم في ان احنا ايوه كانت في اشكاليه حوالين العلم حتى ان العالم السلفيين نفسهم بيرفضوا تحيه العلم باعتباره وسن نعم. فمن هذا المنطلق واخد لبالك لو احنا هنتكلم في الافكار المجرده اه لان الانسان محتاجين نسميه باللغه الدينيه مقدس نسميه باللغه بتاعتنا اللي هي يعني ايه؟ آه، حدود تضمن وجود البشر في سلام في رقعه جغرافيه اسمها الوطن. طب الوطن نعم. ده اللي هو ايه؟ الوطن ده آه، شيء آه، معنوي ولكن له تجلياته في الواقع نعم اللي لا يعني بالضرورة شفونية لأن شفونية والأيدولوجيات اللي هي يعني متفاخرة ومعتزة ومقدسة لذاتها زي مثلا إن أنا جنس آري أو إن أنا مصري إن أنا أمازيغي إن أنا عربي دي بالضبط نقدر نقول إن هي زي الدين مفسدة للعقول كاذبة على الحقائق تنتج مجتمع بالضروره فاسد. لان هي وصلت فيها ان هي بتعبد الذات. هل كل العلمانيات يعني في واحد صديقي هنا هو كان كاتب بيقول مثلا ان ايه بيحسب مثلا ستالين هتلر بالبوت على ان هو علمانيين. الفارق بين الاثنين هو ان عندك النظام الديني هو بالضروره ديكتاتوري بالضروره. تمام بينما النظام العلماني العلماني اللي هو بنفهمه احنا مع بعض تمام والعلمانيه برضه لان فكر بشر بيتطور هي ان هو لا تصح مع اضطهاد الاقليات العرقيه او الدينيه او 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 يعني مضبوطه بقيم اخلاقيه اكثر ارتقاء وفي طريقها للارتقاء اكثر وقابل المراجعة يعني للمراجعه وقابل للمراجعه تمام يبقى احنا دلوقتي لما بنيجي نبص لعلمانية هي فقط إن هي استبعدت الدين تمام لكن لما تضطهد الدين وبعد كده بتستبعده منين؟ من المجال العام ولا تحكم على ضمائر الأشخاص وتمنع الشخص إنه يبقى مسلم يبقى مسيحي يبقى يهودي يبقى إحنا بنقول يبقى الأنظمة دي أنظمة فاشية ديكتاتورية فاسدة وإن ادعت العلمانية لكن ان احنا نروح خلطين كله في بعض في الاخر ضربينه في خلطات والعلمانيه زي الاسلاميه زي القرون الوسطى زي الماضي زي الحاضر لا ما احنا كده لا لا هو انا كدا انا كدا بس حتى عشان كده ايوه وضح وضح أنا وضح هو هذا قصدي. قصدي انا من يدعي انا انا انظاري كلامي كان موجه نحو الدين يعني وليس لم يكن قصدي الحديث عن العلمانيه انما ما ما يحصل الان ليس لا لا علاقه له بالمقدسات الدين الموجود هذا خطاب ديني وليس دين خطاب ديني آه علماني لكنه يدعي الدين اللي هو خطاب علماني إيه؟ خطاب علماني, علماني متشدد إيران؟ علماني ها بتتكلم على ايران على ايران او على طبعا على ايران هو الدين طيب أيوة يعني ايران تعتبر يعني دولة دينيه علمانيه لا لا انا دينيه دوله ثيوقراطيه لكن أه دوله ثيوقراطيه اي بس لكن تتحجج بوجود اله لكن هي بالحقيقه يمارسون استبداد على الشعب أه تمام, آه تمام. آه توجيه غسل واحنا نشيل الاستبداد ونحط مكانها علمانيه يصح الامر هو هاي فاشيه دينيه هذا معنى الفاشيه الدينيه هي بالحقيقه علمانيه دينيه <applause> هذا <بالحقيقة> نفس <علمانية> <applause> المعنى الفاشيه انه يحكم بشروط اشتراطات الارض بظروف الارض لكنه يستغل الناس يستعبدهم يمارس فاشيه يمارس توجيه سياسي وديني غسيل للادمغه الغاء للفرديه للحريات الشخصيه هي هاي يعني هل احنا لما بالنادي بدوله علمانيه بالنادي بدوله فاشيه؟ يعني دولة لا, لا 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 يمكن لا إلا نعم. أن تكون فاشية إيه إيه يعني لا هو, هو وضع أو... كلمة علمانية ده إيه ده الاستخدام الإسلامي ليها لا لا لا, لا هذا أكو علماني هنالك أنواع من العلمانيات وحدة من العلمانيات علمانية استبدادية ماشي طب و... هاي تمام خلاص. هاي الفكرة حلو هو نفس العلمانية الاستبدادية اللي طبقها الشاه إيران وهذا اللي اولد لنا علمانيه دينيه انا اسميها الفاشيه الدينيه في ايران اسميها علمانيه دينيه كانت علمانيه علمانيه يعني لا لائكيه ممكن يقول عليها في ايران شاه ايران فرض على الناس حتى البنات يرحل الجامعات ممنوع امراه محجبه تدخل في اتاتورك فعل نفس الشيء اللي حصل هو رده فعل دينيه الناس كانت مفرغه من ما ادى ارث ثقافي مثل الأوروبيين كان عندهم الحضارة اليونانية الرومانية رجعوا لها لقوا فلسفة وعلوم كاملة ونهضوا عليها من جديد، احنا على شنو نرجع؟ الدين مالتنا دمر كل شيء تمام. دمر كل شيء هو بس عشان يعني نخلي يعني بالنسبة لي أنا آه ايه تمام؟ هذا يراد لحلقة. إن... هذا حلقه لوحدها <applause> آه هذا اه بس هو إن لا ما احنا ما انت دخلت فيها يعني فما ينفعش نسيبك <applause> كده هو مع كل اللبس اللي موجود فيها إيه هي لا. ان الدوله العلمانيه في البعض بيقول الحل هو الدوله العلمانيه فلو هو واحد فهم ان الدوله العلمانيه هي الحل بمعنى مجرد ما ان احنا نقول ان هي علمانيه او نديها اسم العلمانيه لصالح إيه. الامور مش كافي هذا تمام الله ي... ما هو ده اللي انا عايزه <applause> اه سبق. فهي مش مجرد ان احنا نطلق عليها اسم لان العلمانيه هي بتقول زي ما بيقول الاستاذ ناصر احنا متفقين معاه هي ان هي بتستبعد الله بتستبعد الدين بتستبعد رجل الدين من الشأن العام ولكن يفترض في العلمانيه اللي احنا متفقين عليها ان هي لا تضطهد الاديان كامر شخصي وحريه شخصيه وحريه ضمير و حقه في ممارسة عبادته في بناء دور العبادة في حماية الدولة لكل عابد من اعتداء العابدين الآخرين أو المؤمنين الآخرين عليه ده دور الدولة تمام ده اللي احنا نفهمها مرت العلمانية بأشخاص سموها علمانية وهم في الآخر كانوا نازيين فاشيين فرانكست أيا كان ده موضوع تاني واعتقد يعني هو ده الفكره ده العلمانيه اللي احنا عايزينها يبقى اول حاجه أنا متفق, وجود... متفق معاك يعني تمام في وجود نظام ديني فيعني في ايه احنا كده هو طافين النور هاي لا. هو باختصار اختصر ما هي العلمانيه؟ هو هناك توجهان في الحياه هنا ال... ليش صار عصر الحديث؟ لماذا العصر الحديث قلب الموازين كلها انه هي نفس الفكره الارسطيه الافلاطونيه القديمه انه تبدا من الاستنباط الاستقراء كانت هنالك انطلاق من الكليات الى الجزئيات الكليات هي الكليات الدينيه التوحيد وما الى ذلك اعتبر ان هنالك نص مقدس وهذا النص يجب ان نستلهم من عند كل المعاني وان نرتقي نتعالى على انفسنا ونلغي انفسنا حتى نصبح بمستوى هذا النص العلمانيه والحداثه هي إفراز من إفرازات الحداثه الانسان اصبح اكثر واقعيه قال انه القضيه ليست بالنصوص وليست هنالك نصوص كليه الحياه نسبيه ريلاتيف ونقدر نسوي احنا نبحث امورنا بانفسنا لكن بقى هذا النفس العدواني الإنسان الحب السيطره والسلطه والتسلط بقى موجود وظهرت لنا عقائد فاشيه ونازيه وما الى ذلك فالعلمانية أيضا بها جانب سيء لأنه الدين وغيره هو كلها مصدرها الإنسان وإنسان كائن كائن صعب كائن شرس وناقص بصراحة يعني <applause> تمام هو الانسان في جانب اسمها ناقص اه <applause> يعني في جانبه المظلم العدواني الغرائزي إيه؟ لان احنا برضو قشره الحضاره إيه؟ لسه صغيره جدا واحنا في تاريخ من إيه؟ صراع من اجل الوجود هاي شرحتها يعني فصلتها اي فصلتها في حلقه اسمها الدين مصدر العنف مصدر الدين وليس الدين مصدر العنف هاي فصلتها تمام. كبيرة. مش تمام ولكن أحيانا بيبقى فيه بعض الأفكار اللي هي بتطلق العنان لكل ما هو عنيف داخل الإنسان وفي بعد كده هو مجتمعات بتهذب الإنسان أو لا تضطروا إيه هذا إيه 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 هذا هو هذا إيه طب أنا راح أقول يعني تشبيه أكمل الصورة وأعتقد كده يعني نوصل لنقطة اتفاق عشان ناخد بعض الأسئلة كده من الناس بسرعة لأن يعني تعليقاتهم رائعة الحقيقة تمام هي فكرة إيه؟ إن النظام اللي بيعتمد على نص قديم نعم ورجل دين يفسر النص ويصل الى السلطه حتى السلطه في ما في في ادنى مستوياتها يعني مش لازم يبقى رئيس رئيس الجمهوريه الاسلاميه ولا الامام الفقيه ولا كلام زي كده مجرد حتى يبقى عنده سلطه على ابناء القريه بتاعته فكل ده زفت كل ده طفينا النور اوكي <applause> طيب شغلنا النور هل معنى كده هو ان احنا تنورنا عشان نورنا النور لا لان ممكن النور ينور وانت قاعد بتلعب في مناخيرك بتعمل ايه في الدنيا بلعب في مناخيري بتعمل ايه في الدنيا بشد ديله القطه بتعذبها يا ابني مزاجي كده طب والله لا انت النور كان مطفي ما كنتش لاقي القطه كان افضل وفي واحد النور منور ماسك كتاب بيقرا وبيخترع وبيصنع فيبقى اشعال النور اي هو هذا شرط, شرط ضروري ولكن غير كافي بعد ما اشتغل النور في بدوله علمانيه بنعمل ايه بالنور ده؟ بنلطش بعض. بعض؟ بنلعب صلح؟ هي هاي مش هي هاي المشكله المشكله انه احنا لحد الان نعيش في افق النص ولي... وليس في افق الارض وافق الحياه احنا ما زلنا كائنات بهذا العالم الشرقي الذي نحن فيه مسلمين وغير مسلمين في هذه المنطقة أو الشرق الأوسط إحنا كائنات سماوية ما زلنا لم... ما زلنا لم نز... نهبط إلى الأرض ما زلنا نعيش في أفق السماء في أفق النص في أفق الأفكار في أفق الكليات فالعلمانية لحد الآن حتى صحيح عندنا أفكار كثيرة عن علمانية لكن أنا بعد بحث طويل اكتشفت بأن الموضوع هو بهذه البساطة أنه أنت تختنق بأن أنت ككائن أرضي نسبي وهنالك مشاكل علينا معالجتها ننطلق من الجزئيات وليس من الكليات هذه هي العلمانية وهذا لحد الآن الناس ما تفهم الآن ما هي السياسة مثلا ميكافيلي ماذا فعل لحد الآن لا تفهم لماذا ميكافيلي مهم رغم أنه كتابة بسيط لبسط سبب بسيط انه قال ان المشاكل تنبع بال... بال... في الواقع وعلينا ان نعالجها ونضع لها سياسات خاصه. الزمن يعني ال... 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 ما قبل مكافيلي البشر 3000 10000 سنه يفكرون بطريقه مختلفه يعتبرون ان هنالك مثال للخير وللصحه وللجمال وللحب وللرحمه وما الى ذلك وعلينا ان نتطابق مع هذا المثال. ميكابيلي قال هذا كله خرط كلام غلط ننطلق من الواقع نتعامل مع واقع ونضع له الحلول وشيئا فشيئا نتطور، هذه الفكره العلمانيه ميان. كذلك فبالتالي هنالك من ياتي ويضع شروط استبداديه وهنالك من ياتي ويقول لا نضع حريات نضع كذا البشريه تطورت العلمانيه تطورت الآن الأوروبيين الغربيين العلمانية الغربية تطورت كثيرا اللائكية الفرنسية ما كانت قبل 100 سنة مثل الآن وهكذا آه، تمام فهي يعني حتى في آه، آه، فكرة اللي إحنا كنا عايشين في العصور الوسطى ظهر عصر الأنسنة إيه هو عصر الأنسنة اللي يؤدي إلى القفزة اللي حصلت في اوروبا نعم هي ان كان في العصور الوسطى هو الله هو محور كل شيء الانسان هو ان احنا رفعنا الله من المحور وحطينا الانسان هو محور كل شيء اللي هو التعامل مع الواقع وفق معطيات الواقع حول الانسان طبيعه الانسان المجتمع البشري العلوم الطبيعه الى اخره لما الله خلينا على جنب مش سبب وتفسير لكل شيء ليه الشمس بتشرق من الشرق الله ليه انا عيان ابتلاء والى اخره تطورت العلوم فمجرد وضع الانسان وتعامل الانسان مع الواقع أيا كان طبيعتنا لا نجامل انفسنا ونقول ان إحنا رائعين ولا ولا فكره ان احنا نحط في دماغنا ان احنا نبقى ملائكه ده كلام عبيط على افتراض وجود ملائكة، تمام؟ فإن عودة الإنسان للتفكير في الأمور بما هو حقيقي، ملموس، واقعي، ما فيهوش مجاملة، ما فيهوش افتخار، ما فيهوش تواكل على أو التفسير اللي بيقضى على كل شيء ويجهل الإنسان لأن الإنسان أصبح مش محتاج لسؤال لأن الله هو الجواب على كل سؤال، وزي ما قال ديكارت هو ضامن كل شيء الله. ده ضمن الله كل شيء يبقى إيه انت ايه في البطيخ انت كنت خايف في الاخر ديكارت فيعني في مش مشكله طيب المهم نرجع لقضيتنا وتعليقات من الاصدقاء او اسئله حوالين الموضوع انا لاحظت في مثلا سؤال بالنسبه لان كل ده يعني في اربع شهور الاخيره تقريبا وفي حركه بدات طبعا باحتجاجات لان في قتل مهسة اميني أو أعتقد اسمها بالكردي جويا أميني أيا كان. لا جويا. أه فااا حصل ما حصل. في كانت أصوات بتقول مش هيحصل حاجة. تمام. ما فيش فايدة. بعد شهر الأمور استمرت والتحدي مستمر. أيوه معلش ما ممكن يطلعوا ويضربوا كم واحد وهيختفوا. ما فيش فايدة. حتى لما طلعت على فكره بالنسبه لقضيه ال بتاع فرض الحجاب والعقوبه على الحجاب وشرطه الاخلاق، شرطه الاخلاق دي عملها احمد انجاد ده في 2005 يعني حديثه جدا الشرطه دي وجودها ولا 95 حاجه زي كده هو المهم على اي حال هي حديثه جدا الشرطه كشرطه للاخلاق اما القانون فموجود من زي ما احنا قلنا من 84 اللي فيه سجن ممكن يصل الى ثلاث شهور بالاضافه الى الغرامه. فبالنسبه للقانون ده او بالنسبه الغاء شرطه الاخلاق او الغاء يعني خاصه من شرطه الاخلاق فاللي طلع القرار ده هو البروكورور جنرال اللي هو يعني المدعي العام وطبعا المفروض لو هو فعلا يعني شرطة الأخلاق يصدر من وزير الداخلية عشان كده هو سواء صدر من وزير الداخلية سواء زي ما احنا قلنا الأمر السياسي فقط وللتصدير للخارج وتحسين الصورة أو لأن كان في اضرابات القفل المحلات واحنا عارفين ان هي 79 كانت يعني اللي هز نظام الشاه هو الاضرابات اللي حصلت خاصه البازار اللي موجود هناك وده له سلطه مهمه جدا لحد دلوقتي البازار موقفه مش واضح ولكن يعني خوفا من ازدياد الاضرابات في الثلاث ايام اللي اعلنوا عنهم فراحوا ايه خلوا ممكن يكون بقاقاقاق جنرال مدعي العام اصدر كده ولكن في كل الاحوال هل الايرانيين بعد في هذه النقطه بعد ما وصلنا الى ما وصلنا اليه وبعض المحتجزين في الشرطه والمقتولين بالشرطه. هل مطلب الايرانيين دلوقتي هو مجرد الغاء قانون الحجاب ولا حتى الغاء شرطه الاخلاق؟ ولا ده على افتراض ان الكلام ده مظبوط وهو فعلا مش مظبوط ده من فم الايرانيين انفسهم المتابعين افضل مني للاحداث. لكن مطالب الناس دلوقتي هي بقت اكبر من كده بكتير. فأنا رأيي تكلمنا في النقطه دي وبعد كده هو اكون جهزت نشوف اسئله من الناس انا رايي بانه المشكله الان هي يعني مشكله هنالك ازمه خطيره جدا في ايران وعموم المنطقه لكن خلينا نخصص الكلام على ايران فقط اكو صديقي يقول انت ما تكلمت على النقاط الاربعه، هي انا هذه ضمن النقطه الرابعه واللي هي نظره على الواقع الان، الواقع الان ماذا يقول؟ يقول بان احنا نعيش في واقع حضاري مأزوم في ايران خاصه والمنطقه عموما وهذا ادى الى ارتباك القوى المهيمنه على المجتمع وايضا ادى الى استعدادها الجارف لممارسه العنف لانها مستعده لان غير مستعده للمراجعه لانها معناها انهيارها الكامل لان المساله مصيريه و المتغيرات الاساسيه ان الناس شعرت بان الحل ليس في الدين بل ان الاسلام اتضح ليس انه ليس هو الحد بل انه هو المشكله وايضا هنالك مشكله عاطفيه بين الناس جميعا الناس محتارين طبعا لا يستطيعون التخلي يعني ما ممكن تقول انسان مؤمن قل له تعال اربي دينك في الزباله يعني مساله غير منطقيه والمساله فيها دراميه يعني المنطقه تعيش مشهد درامي مؤلم تراجيدي بصراحه وكل انسان الان عربي مسلم يعيش في هذه المنطقه هو يعيش في في حرب مع نفسه، ما تبقى من نفسه بالمناسبه لان الاديان دمرت انفسنا دمرت ذواتنا ودائما طالبنا بالخروج عن ذاتنا والانتساب الى الذات الجمعيه الدينيه المستبده بطبيعتها، فبالتالي الناس شعرت بان هذا الحل مدمر. فتجد ردود افعال كثيره في ايران الشعب الايراني شعر بهذه المساله انه خلال 40 سنه شعر بانه المساله اكثر خطوره وانه عليه ان يجد حل الحلول الان امام السلطه محدوده اما ان يستمرون بالقمع وهاي نتيجتها ايضا فاشله او يتراجعون التراجع عن شرطه الاخلاق والغائها هذا علامه انهيار كامله هذا واقعيا لماذا؟ لأن الدين هو جزء رئيسي من يقدم, يقدم أفق أخلاقي يمنح للناس أفق القيم الأخلاقية الموجودة هي قيم دينية فبالتالي عندما يتراجع النظام الديني عن شرطة الأخلاق فهي كارثة بالنسبة لي يعني لم يعد هنالك دين ولا هو الدين بدون أخلاق دينية شنو شو ما الذي يتبقى منه يعني أيضاً حتى لو عملها استراتيجيا فده دليل على انه في ضغط قوي بيش. جدا عليه والاقوى من هذا من؟ الاقوى من هذا انه رئيس ايران الان محافظ جدا. ابراهيم ف... رأي... رئيس ايه رئيسي، فهذا رجل محافظ هو هو اللي وضع بشهر تموز طلع القرار هذا. طلع قرار العفه وسوى يوم خاص للعفه اصبحت يوم للثوره <applause> على العفه لا لان هو اصل رجل الدين ما يقدرش يعني هو يخون الكل ولكن هو نفسه عبد للنص في النهاية طبعا, طبعاً. بيتحايل عليه وبينافق وكلام زي كده لكن عند حتت معينة بيحس إن سيطرته هتكون أكبر بتطبيق المزيد من النصوص فهو لوحده مندفع ذاتيا لهلاكه في التطرف والذهاب أبعد فذهب أبعد إلى الحد اللي حصل الكسر طبعا, طبعاً. الكسر ده كان قبله حاجات كتيرة من أيام الخميني اللي هي إيه مخليه في شروخ في القصبة هذه هذه القضية الأساسية كما تقول. هو بدل ما كان يعني لو لو في ذكاء وفي براغماتيه وفي عقل غير مؤدلج بصورة الله والنصوص واللي و... بتعميه عن رؤية الواقع بالضرورة المتدين أعمى. المتدين أعمى. احنا بنتكلم آه. عن حقه في التدين اوكي ما يعني هنعمل ايه؟ لكن زي ما احنا لازم نعيش مع مرضى نفسيين. الواقع المتدين أعمى. أنت ساعات بتوري له نص حقير. يقول الله عليه ده شخص مش طبيعي ده شخص مش طبيعي هو هذا مجبور عشان اقول لك ما اقول بس الحته دي فهو بيروح ابعد لحد ما يحصل الكسر مدفوع بذات الايديولوجيا اللي هي بتهيمن بتسيطر الى الحد اللي يحصل الكسر فهو ده اللي هو يعني في وقت كان من الممكن في ازمات اقتصاديه المفروض النظام يخفف عن الشعب لو ايديولوجيا احنا بنفكر سياسيا لكن لا ده راجل راح ابعد احدث الكسر طبعا هو هناك واحده من التعليقات يقول انت تبالغ وتصور للناس بان في ايران الان القلاقل والمشاكل في الشارع وان المدن الايرانيه كلها خارجه عن بكره ابيها هذا لا كلام غير صحيح وانا ما قلت هذا الشيء لكن انا اهجس ما يحدث الشعب الايراني اخذ اي الان باليوتيوب اكو بعض شاب عنده قناه يعرض لك مشهد عام لايران في الشارع الناس تتمشى فقط فقط تتمشى في الاسواق انظر لملابس الناس انظر للمعمار انظر للحركات ستجد انه المجتمع غير متدين واضح انه حركه النساء تص... علاقه الرجال مع النساء حركة الأطفال نمط ليس هناك حجاب في إيران هناك يسموها شدور أو يعني هيك يعني طرحة طرحة مش حجاب في إيران لا الحجاب موجود فقط في المناطق الدينية المتزمتة هذا يعطيك يعطيك فكرة عن مدى تجذر ثقافة ثقافة رجال الدين وسيطرتهم الأيديولوجية العقائدية على الناس الناس جزعت من هذا الأمر وما حدث في ايران ليس المصيبه وين؟ انه ما حدث في ايران من أو من شرطه الاخلاق تم الغائها من قبل جهه لانه 20 جهه وما. ويقول لك لا انا ما الغوا شرطه الاخلاق لا الغوها الغوها هي هاي الطريقه الدينيه الملتويه يعني يقول لك هيك وهيك هاي القصه وبعد ذلك يطلعوا لا ما الغوها هي الغوها وهي حتى اذا راح يطلعون وحده مكانها او يسوون فت... هي مجمده اي مجمده ويطلعون نظام اسم ثاني جديد شرطه العفه مثلا تمام اه يعني يعني مش مشكله عندهم بس أوه. بس هو الكسر موجود الكسر تم م. تم يعني الـ الـ الاراده الدينيه لرجال الدين كسرت هي هاي القضيه كسرت بانه اصدروا حتى جمدوا فعلوا ما فعلوا لكن كسرت هذا الشيء هذا الحاجز تم كسره لا يمكن ان يندمل وهذا القرار لم يصدر عن تغير في العقليه وهذا يؤكد هذا الكلام تجمد او ما تجمد انا ايد من يقول هذا الكلام اقول له صح هم هم هذه حيله لكن هذا القرار في كل الاحوال سواء منافق او غير منافق هو لم يصدر عن تغير في العقليه العقليه ما زالت نفسها لماذا؟ ليس لانها صحيحه وليس لانها مقدسه بل لانها مصيريه لان هؤلاء يشعرون انه في سفينه ستغرق امام اي تنازل او اي تراجع والسبب هو الرئيسي وين؟ الكارثه انه الشعب الايراني بدا يشعر بانه هو محاصر مختطف يشعر بانه هو مفروض عليه الانعزال والغربه عن عن هذا العالم والتغرب عنه وواقع تحت السلطه تحكمها بالحديد والنار وهنالك عالم منفتح جميل متحضر الشعوب متلاقحه مع بعضها وتلتقي مع بعضها هاي علامه انهيار واضحه وهذا والدليل لماذا واضحه اخطر من هذا كله نمط الصراع في المنطقه تغير كليا ما عاد نمط الصراع صراع ديني النمط الذي تقول الان سعودي خلاص انا الدين ما يفيدني لم يعد النفس المناخ العام الروح العامه للمنطقه تغير لا يمكن التراجع عنه روحيه الناس تغيرت الصراع المذهبي لم يعد مساله خليجيه لم يعد الصراع المذهبي سبب كافي لتبرير وجود سلطتين حاكمتين واحده باسم الدين وواحده باسم ولي الامر الصراع الحضاري الان او الصراع الاساسي الان هو صراع حضاري علمي تقدمي تكنولوجي لا علاقه له بالله ولا بالانبياء ولا بفقه الله ولا بشريعه الله ولا كل هذا الكلام. الناس تشعر بهذه القضيه والمشكله الوحيده بس تحتاج الفرصه حتى تطلع وستجد الفرصه وستفتح الثقوب في الاسوار الموصده حولها والمرفوعه حولها سيفتحون هذه النافذه رغم انف الجميع وكل ما نتمناه ان لا يتم فتحها بطريقه عنيفه تدمر كل شيء. طيب هي النقطه دي كده هو نقطه يعني الامل الاتفاق والامل هو ان اللي مش شايف بعد اربع شهور من الحركه اللي حصلت الهوة الهوة العميقة الشاسعة بين الشعب وبين النظام الحاكم ده من الممكن أن يستمر لفترة لكن هل من الممكن أن يبقي الشعب في وادي وكأنه لا حول له ولا قوة أمام مجموعة من المستعمرين المستعمرين الغاصبين للأرض والعرض والبشر حتى وإن كانوا أبناء الأرض ولكن بسلوكهم صاروا أعداء للناس لأن ده ناس ودي ناس ده شعب وده شعب في الآخر هل من الممكن إن في نظام أجنبي ومش أجنبي كمان بيعامل الناس بإحترام بل بيتحرش بالنساء ويغتصب الرجال إنه يستمر هو ده السؤال إن كان الجواب لا يبقى العملية عملية وقت على الأقل بالنسبة لي أنا هو ده التوقع والخبر الجيد الثاني هو ان كما ان كل البلاد دي كل الشرق بتاعنا اتكفى على وشه ورفع المؤخرات بعد الضرب على القفا نوع من انواع الاورجازم بفعل الثوره الخمينيه فبانهيار الثوره الخمينيه مع عدم مبررها لان حتى الوهابيه بدات تتراجع، فاللي مش شايف التغيرات دي كلها بصرف النظر انت رايك ايه في ابن سلمان ولا مش في ابن سلمان ولا كلام زي كده، ولكن واضح اني في الشرق وحتى عدد الملحدين في ايران وفي السعوديه وفي كل البلاد اللي فيها نعره دينيه زائده زائفه كاشفه لجوهره ان هو قائم على الزيف والادعاء المظلوميه واللطمية والمؤامرة الأجنبية حتى دلوقتي إيران بتعتبر أن المتظاهرين تحطهم وكانوا بيتظاهروا وخلفهم العالم الأمريكي مين بيأكل من الكلام ده؟ لا الغرب هيأكل منه ولا الشعب الشعب اللي تثقف إزاي؟ عن طريق إن هو موجود في عالم مش حاسس بيه الموالي أو اللي الملالي لأنه منفتح على العالم لأنه راغب في المعرفة ودلوقتي عن طريق الانترنت وبالمخزون الثقافي الحضاري اللي موجود عند كل البشر ولان كل البشر طبيعيا عايزين يعيشوا ولان كل البشر حتى لو في جيل خضع للديكتاتوريه هيطلع جيل ما بيخافش منه ويرفض هذه العيشه فاحنا دلوقتي واضح هو يعني ده الموضوع الاساسي هو اني واللي احنا متفق فيه مع الاستاذ صديق العزيز منصور عبد الناصر <applause> هو اني اه واضح اني في اه الشرق زي مع الحركه الانسانيه والنهضه في اوروبا واضح ان هو ايه بي بي بيزيح الدين لم يعد الدين له هذه الهيبه ولا رجل الدين حتى وان كانت القطاعات المجهله الجاهله العاميه وان كانت هي الاكثر لسه قاعده خاصة الكبار في السن على موروث الشيخ كشك والشعراوي و... و ومع النهارده خلفائهم من رشدي والحويني والكلام ده كله، ده أنا هنا بس أتكلم عن مصر ولكن هي تنطبق على الكل يعني، إلا إنه مش هؤلاء العوام من الناس المسيرين لرجل الدين هم اللي بيغيروا في المجتمعات ولكن الوعين لو بلغ نسبتهم 10 15% فهم العاملين هم المغيرين هذا الوعي منتشر الان لم يعد الوعي ب... بالضبط والوعي موجود دلوقتي فالعمليه مش عمليه نص نص لا <applause> الشخص الواعي المثقف عشان كده من زمان بيقول المعرفه قوه معرفه سلطان <applause> المعلومه صاحب المعلومه غني او شحات مش بس في البورصه احكي قصه كده صغيره روتشيلد نفسه والعائله جت ثورتها منين؟ ان جات له المعلومه في الحرب بتاعه نابليون في واترلو جات له المعلومه انه اتهزم نابليون فكانت البورصه كلها منتظرين نتيجه الحرب 1815 هيتهزم نابليون ولا هينتصر؟ اللي وصل له المعلومه لا. روتشيلد وصل في انجلترا اشترى اللي يجب ان يشتريه من اسهم لإن انجلترا انتصرت فصار روتشيلد قوه، معلومه تغير، قس على ذلك اللي بيملك العلم، الطب، التكنولوجيا، الذكاء الصناعي وكل ده مش بس معلومات في كتب في فلسفات قائمه عليها، وفي منهج تفكير ده العكس تماما المضاد تماما لطريقه التفكير الدينيه فهم عدد بس. في اللمون لا الان هذا الرقص الديني الشرقي أيوة لسه الديني. قاعدين دايخين <applause> والله هذا الرقص الديني الشرقي لسه على وحياتك على نفس النفس والله <applause> يعني كافي رقص يعني شبعنا دين شبعنا دينا يعني وين بدكم توصلون خلصنا يعني شو شو بدكم تقبلون فرائض سوينا صلينا صمنا عمل <applause> كل كل شيء شو سموها هاي الاذكار وما انا بحياتي ما صرت متدين بالمناسبه بس يعني اسمع بهاي الكلمات لكن هي انا انظر الدين من الخارج ويعني اقول ما هذا يعني هل يعقل ان الانسان يوصل لهذه المرحله من انعدام الذات يعني و... اوكي اختار دين يعني على طريقتك ما <مع> عنده مشكله وياك لكن ان تجعل نفسك جزء من القطيع هل هذا معقول ايضا الحجاب الان أسأل المشكله وين انه الناس تعتقد بان الحجاب هو من مساله تغطيه الشعر وعفة المراه واحترام وحمايه المراه لا هذا الحجاب دليل على ان هذا المجتمع قاصر الحجاب أن رجالا ونساء ان هذا المجتمع قاصر غير جدير بالحياه غير جدير بان يحكم نفسه بنفسه، الانسان الموجود رجلا او امراه هؤلاء اناس قاصرون هكذا يرى رجل الدين، فبالتالي انت تضعين حجاب على عيني، تقولين حريتي على عين راسي. لكن انت تقرين بانك انسانه قاصره وتحتاجين من يكون وصيا عليك، والرجل ايضا يقر بان زوجته يجب ان تضع حجاب لانه يقر بان الرجل يجب ان يكون قاصرا ووصيا عليه رجل الدين هذا الكلام الذي يجب ان نتحدث عنه أن وزي أن ما قلت يعني الرجال الثانيين بعين اوسع واكبر اه بيهنوا كل الرجال ان كل الرجال شويه كلاب بتلهس على المراه أي... لازم نحج بالمراه وتعرف سبب المراه في العوره يعني تعرف الانسان يعني في ميل جنسي السبب شنو السبب؟ ليش هاي ما زي ما انت قلت لا من... هو, بس هو قصر وايضا السبب شنو؟ لان يعني الرجل ماذا يريد رجل الدين؟ يريد امراه تنتج له ذكور عدوانيين ويجعل الرجل كائن ثور، ثور بس للقتال وللدفاع عن رجل الدين. فهو ماذا يريد؟ يريد يزيد من عدوانيه الرجل وعدوان وحشيته وش وعلى حساب المراه، المراه تقعد في البيت تنجبين لي رجال يقاتلون دفاعا عني انا رجل الدين الوصي على الجميع وبعد ادك الفكره تمام شكرا لك صديقي العزيز كانت حلقه شيقه وساخنه انت زعلت على العلمانيه لا لا جميل بالعكس اه ما انت احيانا لما لازم اللي هو يعني اللي اسمه ايه يعني صراع الافكار لا لا ضروري لا, لا على مهم جدا مهم جدا تمام طبعاً. 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 طبعا ده, ده زي طبعاً. الحجاره اللي باحتكاكها ببعض بتطلع شراره نور الحراره النار النار اللي, اللي 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 حولت السديات العليا الى كائن عنده دماغ النار ها لما سويت اللحم فاحنا مش بنخبط روسنا احنا بنخبط الحجاره بتاعتنا <applause> تفرق كتير ماشي شكرا ليك صديقي العزيز كانت حلقه جميله جدا انا استمتعت بيها استمتعت بيها جدا يعني انا اسف شويه انفعلت وشويه لا جميل جميل, جميل. لا, لا 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 بالعكس بالعكس ده 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 شيء جميل وبصراحه يعني كل التعليقات شاركوا كانوا على مستوى الحدث وعمق التناول والموضوع حتى انت لما هتيجي تراجع وتشوف التعليقات بتاعت الناس هتتبسط جدا سواء اللي اتفقوا او اختلفوا او كان لهم بعض الاراء ولكن يعني كان جمهور واعي وانا احب جدا الجمهور ده اما بتوع السلامات والتحيات وال واللي بيتكلم في ماتشات الكوره في غيرها ما فيش ولا واحد يتكلم عن اي حاجه لها علاقه بماتشات الكوره و بعيد عن شبت الموضوع شبت واحد كتب ارجنتين 1-0 معلش ده يعني واخد بالك ده ابننا ابننا لا لا انا <applause> انا, أنا, أنا. <applause> معلش انا, أنا بهولندا وناصر ما اعرف ناصر هولندا ولا ارجنتين يعني <applause> دي حيره دي دحيره يعني من يعني انا اقول لك انت تستنى تشوف اللي يفوز وتقول انا بشجعه <applause> ما عاد هو زوجه الملك أرجنتينية طيب <applause> يبقى يعني يعني اولاد اولاد ال والله انا بالعكس انا سعيد جدا بس اكو شخص قال انه تحدثت عن اربع نقاط اعتذر من عنده لانني تحدثت ركزت على النقطه الاولى والثانيه الثالثة والرابعة شوية تحدثت عنها مش كثير لأنه ما في مجال يعني آه تمام ما هو احنا يعني مربوطين وملتزمين بوقت والا يعني مش هنقعد ثلاث ساعات في الحلقه والا الناس نفسها وبعد كده يعني ممكن تقرا ثلاث صفحات من كتاب بتركيز افضل ما تقرا 300 صفحه وانت بتلعب في مناخيرك ناخد على المثل بتاع وانت بتنور النور واخد بالك فيعني مش بكثره ما قيل ولكن على الاقل يعني لو جرى استيعاب والاستاذ منصور عنده الكثير ولكن يعني حتى لو احنا فكرنا واختلفنا واتفقنا بس بناء على فهم اللي عايز يقوله الشخص مش ان احنا نعمل افكار ننسب للاشخاص افكار لان دي, دي انا عندي مشكله كبيره جدا الناس تيجي تقول لك واخد لك والله اختلف معاك في كذا وكذا وكذا طب وهو مين قال كذا؟ يعني واحد يقول لك ما اعرفش طب ايه ونسيت النقطه دي يا حبيبي ده كانت نص ساعه كان هو ده الموضوع عليها انت بتسمع الفيديو ولا ما بتسمعش ولا بتسمع وما بتفهمش ولا مش مركز معانا بس عايز تكتب تعليقات فيا جماعه مهم جدا اسمع نص ساعة بتركيز واستوعبه وبناء عليه انتقده أو توافقه أو تحسن منه وتضيف عليه لأن هو ده المفروض واخد لبالك أو يسري أفكارك أو يخليك تفكر وتطرح أسئلة جديدة كل ده شيء إيجابي لكن تضيع الوقت في شرح ما سبق شرحه لا ارجع للفيديو وما فيش داع للتعليق وانت أساسا ما فهمتش الموضوع أو واخد من العنوان وفهمت العنوان بطريقتك. فالمهم يعني فده هو يعني هو هو لابد احنا نعرف انه هو احنا الان حوار مفتوح فبالتاكيد صعب نسيطر عليه 100% لابد يطلع هين هين ونحاول نرجع للخط العام فبالتاكيد يعني هو هو جمال اللقاءات من هذا النوع هو هذا انه التلقائيه والكلام بشكل متفاعل مع الناس ووليد اللحظه هو جزء من جمال الموضوع لكن بالتاكيد لا يمكن ان نقول بان الحوار 100% آه. يعني. لا هو انا بتكلم على التعليقات احيانا بتجيني على اليوتيوب على فيديوهات بلاقي إيه. ان فعلا. الشخص بي بياول سواء انا او الضيف اللي معايا بيحط على لسانه افكار وبي وبي وهي دي فكره اللي هي بيقول على رجل القش انك انت تتوهم ان الشخص قال والشخص ابعد ما يكون بالعكس يمكن كان بيقول العكس وتبدا انتقاد ليه. أكيد لو الشخص ما يكتفيش بالعنوان او يسمع بتركيزه وبعد كده هيبقى تعليقاته مفيده وجديه طبعا في عدد كبير كان ايه مركز برضو من فتره ما اعرفش ليه يمكن اربعه خمسه التحيه بتاعتي مره بقول الاصدقاء والصديقات ومره بقول الصديقات والاصدقاء وده لي ولو قلت السلام عليكم برضو لي حتى التحيه عندكم الموافق والمختلف معايا فيها واللي بيعدل لي على التحيه بتاعتي في يعني ليه كده؟ وهذا هذا جزء لا يعني الجزء الاخير ده كده دباشة كده هو لا هو من هي مشكله لأن رجال الدين فرغوا ذاتنا لانه انت دائما انت مربوط بالنص فإحنا صعب نرجع لذاتنا يعني الان هي مشكله مجتمعاتنا نكون ذاتنا ذاتنا متصحره مسحوقه فنحاول ان نبني شيء على على نص هو موجود في الفضاء او في السماء او في الهيفن ما تعرف وين وفي راس رجل الدين احنا نريد بس رجعونا للارض يا ناس حتى نفتهم شو القصه <applause> تمام وهو السؤال الاخير بتاع صديقنا رستو بيقول ما هي مشكله ارديست مع شخص يقرا كتاب وينظف مناخيره او منخرينه في نفس الوقت يا حبيبي حرام حرام طب اسال اسال دار الافتاء آه. ولو, ولو قالوا لك انه حلال حقك عليا <applause> اسال الحويني <applause> بس كده هو تمام آه شكرا, ليك صديق شكرا وشكرا لك صديقي العزيز مشروع من جدا بهذا النقاش واعتبره يعني شيء فيه كثير من الايجابيه وحتى لو كان في شيء يعني اعتبره آه يعني نفتح نناقش ننفتح على الافكار المفتوحه بدون هذا الضغط الديني المقفر اللي ما في ما في معنى بس تكرار واشترار لاشياء قديمه. شكرا جزيلا للجميع والجميع والاختلاف يعني. والاختلاف بيوضح الافكار اكثر طبعًا. والاختلاف بيبقى يعني بيصوب بعضه بعض. هذا جزء من اهميه قناتك الان ارنست. هي هذا انه انت الان قدم حوار مفتوح ما في حدود وفي اسوار الكل له الحق في ان يقول ما يشاء وان يناصر او وهذا هو هذا ال... هي الحياه هكذا اما ياتي هؤلاء الدوغمائي او درج الدين ويضيق الحياه ويجعل دائما حتى النص المقدس يعني حتى النص المقدس يدمره ويحوله الى قسم يخلي صغير لازم بمعنى واحد والا انت ستنحرف انت منحرف انت كافر و... يعني على كل نقام. حتى ما نطول الموضوع تمام <applause> <applause> <تنامى> شكرا لكم والى حلقه قادمه مع السلامه سلام <applause>